مباراه سان داونز يوم السبت باذن الله تعالى، واستعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه، وتحدي طبعا من اهم التحديات ان لم يكن هو الاهم على الاطلاق بالنسبه لفريق النادي الاهلي هذا الموسم. ان شاء الله باذن الله يتخطى النادي الاهلي سان داونز، وان شاء الله يكمل مشواره في بطوله دوري ابطال افريقيا، وكمان يفوز باللقب عشان يرجع لدولاب بطولات النادي الاهلي. على مدار الحلقه كل الكواليس اللي بتتعلق بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. كمان خليني اقول لحضراتكم ان ضيف حلقتنا النهارده كما هو المعتاد كل خميس الاستاذ محمد اللؤوسي الناقد الرياضي الكبير، والحديث هيكون باستفاضه فأبرز أحداث الأسبوع وأيضا في مباراة سان داونز. البداية دايما بأهم العناوين، نشوف. الأهلي واصل استعداداته لمواجهة سان داونز بدوري الأبطال، والفريق يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمباراة السبت. لا جازيتا الإيطالية، إنسو ليفربول نادي القرن في إفريقيا يطيح بالجميع في الدوري. وتريزيجيه سنقاتل من أجل لقب كأس الرابطة. طيب احنا متفقين ان مباراه سان داونز هي الشغل الشاغل بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. مباراه باذن الله بعد بكره يوم السبت الساعه 6 مساء على استاد القاهره الدولي بحضور 30,000 مشجع باذن الله يكونوا مؤثرين في تحقيق نتيجه ايجابيه تكون مريحه باذن الله باذن الله قبل مباراه الاياب. كلنا ثقه متناهيه في الجهاز الفني، في اللاعبين اللي كلهم جاهزين، واللي ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين في هذه المباراه. الاستعدادات يعني متواصله بشكل مميز جدا، عارفين النادي الاهلي على مدار الايام السابقه كان بيستعد لهذه المباراه بكل قوه، بالتحديد بدايه من يوم اللي كان مفترض يبقى فيه مباراه القمه او مباراه الاهلي والزمالك يعني في بطوله الدوري، وما جاش اتوبيس نادي الزمالك، فبالتالي الفريق اتمرن في استاد القاهره كبدايه الاستعداد لمباراه سان داونز. استمرت الاستعدادات وبالتالي حتى اليوم الاهلي بيستعد بكل قوه. مران النهارده كان في تمام الساعه 11 الصبح، ومران كان اكيد من ضمن التدريبات المهمه جدا، واكيد هو كمان كان المران الرئيسي، بخلاف ان هيكون بكره طبعا المران الاخير بالنسبه للنادي الاهلي. لكن استعدادات ماشيه بشكل جيد، الكل متحمس جدا جدا، وده اللي انا عايز اكد عليه، الكل منتظر مباراه سان داونز بالتحديد. في بتكلم على اللاعبين دلوقتي، اللاعبين مركزين كل التركيز، الجديه كلها موجوده، الاستعداد كله على ما يرام. يعني باذن الله باذن الله هيتبقى بس ان التوفيق يكون حليفنا، ان شاء الله التوفيق يكون حليفنا. هنعمل مباراه كبيره قوي ان شاء الله باذن الله، كمان هنعمل نتيجه كويسه، خصوصا ان انت بتلعب على استاد القاهره. استاد القاهره ده لوحده مرعب لاي منافس، وكمان الاهم ان انت بتلعب وسط جمهور النادي الاهلي اقوى جمهور في الدنيا، فاكيد ان شاء الله باذن الله النسب بالنسبه لنا باذن الله باذن الله هتكون اعلى. انا بس المتخوف منه في موضوع استاد القاهره ده بصراحه، يعني مش هخبي عليكم، موضوع ان الملعب حلو، فطالما الملعب حلو لعيبه جنوب افريقيا دايما متعودين على النجيله الحلوه الكويسه، فربنا يستر يعني. لكن في كل الاحوال اكيد جوده الملعب هتساعدنا احنا كمان، لان احنا عندنا لعيبه بامكانيات فنيه ممتازه ومهارات عاليه، فان شاء الله باذن الله احنا اللي تكون كفتنا ارجح في الفوز في هذه المباراه. النهارده المران زي ما قلت لحضراتكم خلص، يعني قعد حوالي ساعه ونص كده من بدايه من الساعه 11 وخلص المران. كان بيتخللوا او قبل المران تحديدا كان في محاضره وجلسه، طبعا اللقطات اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي دي لقطات مران الامس اللي حضره الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، لكن مران اليوم كان في محاضره قبل التدريب، والكلام على نقاط القوه والضعف في فريق سان داونز في ظل الدراسه المستمره لهذا الفريق، حتى موعد المباراه، وحتى كمان موعد المباراه الاخرى اللي هتكون يوم 7 مارس هناك في بريتوريا وملعب سان داونز. خلينا اقول لحضراتكم كمان ان بكره هيكون مران الاهلي الاخير، وهيكون من خلال حضور الاعلاميين اول 15 دقيقه، وده امر يعني بيتبع دايما طبقا للوائح الكاف قبل كل مباراه في بطوله دوري ابطال افريقيا. المران هيكون في تمام الساعه 4 عصرا، وهو اللي هيكون المران الاخير اللي من خلاله هيعلن مستر ريني فايلر عن القائمه الخاصه بمباراه سان داونز باذن الله تعالى. النهارده كمان في مؤتمر صحفي الساعه 6 الا ربع المستر فايلر في استاد القاهره الدولي، وهيتم الحديث عن هذه المباراه واستعدادات الفريق بالتحديد، والاجابه على كل اسئله الاعلاميين والصحفيين، ويعني هنتابع مع حضراتكم المؤتمر ده
لما يبتدي يعني. هنشوف الامور وصلت لحد فين وابرز تصريحات كمان مستر ريني فايلر. الاستعدادات كلها جيده والكل جاهز لهذه المباراه. طيب عايز اتكلم معاكم في مواعيد مباريات الاهلي في شهر مارس. احنا عارفين طبعا بخلاف مباراه صن داونز اللي هي مباراه الاياب اللي هتكون يوم 7 اللي هو يوم السبت مش اللي جاي اللي بعديه. فبالتالي في مباريات اخرى في بطوله الدوري بعد اعلان اتحاد الكره المصري مواعيد الدور الثاني لبطوله الدوري المصري. فخليني اقول لحضراتكم ان اول مباراه للاهلي هتكون امام سموحه يوم 11/3، وبعد كده هتلعب المباراه المؤجله من الاسبوع ال 15 مع انبي يوم 14/3، بعد كده هتلعب الانتاج الحربي يوم 18، وهتلعب اسوان يوم 21. هنا بقى السؤال بصراحه يعني، لان الحاجات دي بتقابلنا كده في السكه يعني واحنا ماشيين، موضوع ان انت دلوقتي الاهلي هيلعب يوم كام؟ يوم 7 مع صن داونز اللي هي مباراه الاياب فين؟ في جنوب افريقيا. يعني عشان يرجع الاهلي هيرجع يوم 8. في المقابل وهي مش مقارنه، بس انا نفسي افهم الفكره في ايه. يعني الفكره الناس بتوع لجنه المسابقات دول هم بيحطوا مواعيد المباريات بيفكروا في ايه؟ يعني ايه اللي هم شايفينه احنا مش شايفينه؟ ايه اللي احنا مش واخدين بالنا منه يعني؟ ولا هو لازم يبقى حاجه مختلفه عشان يبقى انا كده عبقري؟ مش عارف. بس هو حاطط لك الاهلي مع سموحه يوم 11، رغم ان الاهلي هيرجع يوم 8 من جنوب افريقيا. في المقابل مثلا الزمالك هيلعب يوم 6 مع الترجي في تونس. يعني تونس مسافه ايه ما اتذكر 3 4 ساعات تقريبا، لكن في المقابل مسافه من جنوب افريقيا لمصر حوالي 11 ساعه. ف يعني كان من الاولى الفريق اللي هيلعب يوم 7 سواء كان الاهلي او الزمالك يعني بالمناسبه، اللي هيلعب يوم 7 يلعب يوم 12 مش يوم 11. وحاطط الزمالك يوم 12 في المباراه، ما اعرفش هيلعب مين الزمالك يوم 12. فانا نفسي افهم الفكره في الناس بتفكر ازاي، مش عارف. لكن دي جزئيه غريبه من ضمن الجزئيات اللي احنا دايما بنشوفها والمواقف اللي احنا دايما بنشوفها من الناس المسؤوله في اتحاد الكوره او من اللجان المختلفه يعني، سواء فيما يتعلق بعقوبات مواعيد مباريات، كلام كتير ولخبطه كتير يعني اتكلمنا فيها على مدار الاسبوع ده كله في الحقيقه. لكن في العموم الاهلي جاهز لكل التحديات. الاهلي دايما بيحترم المسابقه، بيحترم مواعيد المباريات، بيوصل في ميعاده، كل الامور بالنسبه له ماشيه كويس يعني. دايما الاهلي بيبقى ملتزم، ما فيش كلام في الجزئيه دي. لكن دي مباريات الاهلي بشكل عام يعني في شهر مارس، نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي. طيب انا اتكلمت على استعدادات النادي الاهلي لمباراه صن داونز، واتكلمت على مواعيد المباريات المختلفه للنادي الاهلي في شهر مارس. انا عايز اتكلم على تقرير مهم جدا لجازيتا ديلو سبورت، صحيفه ايطاليه طبعا معروفه، واللي بتتكلم على النادي الاهلي وبتقول ان النادي الاهلي بيواصل انتصاراته ومحدش قادر يوقفه في بطوله الدوري يعني. وبيتكلموا على ان انسوا بقى موضوع ليفربول اللي هو العنوان بتاعهم، انسى ليفربول خالص، نادي القرن في افريقيا يطيح بالجميع في الدوري. بيتكلموا على ارقام النادي الاهلي يعني انه حقق 16 انتصار متتالي في بطوله الدوري، ده اللي فشل فيه ليفربول مع بدايه بطوله الدوري الانجليزي. وصل 8 انتصارات متتاليه، وبعد كده تعادل مع مانشستر يونايتد في الاسبوع التاسع، وبعد كده واصل انتصاراته بشكل طبيعي 18 تقريبا انتصار متتالي ليفربول. لكن بيقول لك الاهلي ارقامه كلها رائعه وافضل ارقام هذا الموسم في كل دوريات العالم، ومن حيث كمان الانتصارات المتتاليه لما تبقى صحيفه وجريده كبيره ومعروفه جدا زي جازيتا ديلو سبورت الايطاليه تتكلم عن النادي الاهلي نادي القرن، فده امر مهم جدا ومميز، ولازم ان احنا نرصد هذه التقارير يعني. تطرقوا كمان للارقام، قال لك ان ليفربول حقق 26 فوز من 27 مباراه وسجل 64 هدف وتلقى 17 هدف، ويتربع على قمة جدول البريمير ليج بفارق 22 نقطة عن صاحب المركز الثاني. لا يزال لم يصل إلى ما يقدمه الأهلي. وجاء رد عملاق أفريقيا على ليفربول بالتربع على قمة الدوري المصري بالعلامة الكاملة 16 فوز من 16 جولة و46 هدف ليه، واستقبل بس 3 أهداف بفارق 17 نقطة عن منافسه فريق الزمالك. بس بالمناسبة يعني هنا الزمالك المركز الثالث مش الثاني، بخلاف النقاط اللي هتخصم المفروض من نادي الزمالك كمان مع نهاية الموسم. فده تقرير مهم جدا برضو حبينا ان احنا نوضحه لحضراتكم ونظهره الصورة يعني بالنسبة لكل جماهير النادي الاهلي. طيب عايز اتكلم في جزئية مهمة جدا، البعض بيسألني دايما عن كريم نيدفيد. كريم نيدفيد من اسبوعين كده عمل جراحه اخرى في الركبه، بعد الجراحه دي مع طبيب مختلف في المانيا يعني. الجراحه او الجراحتين الاولين يعني ما كانش في التئام واضح للغضروف، فبالتالي كان القرار ان يبقى في جراحه ثالثه للاعب.
الجراحه دي ناجحه جدا، والامور يعني مطمئنه للغايه بالنسبه لكريم نيدفيد. هو رجع من اسبوعين لمصر، عنده بعض التدريبات البسيطه جدا اللي هي تدريبات استشفائيه من الجراحه يعني بدائيه كده، وبعد كده هيرجع بعد شهر من دلوقتي عشان الطبيب يشوفه مره تانية، وبعد كده يتم تحديد البرنامج، هل هيبقى في ضغط في البرنامج ده لعوده اللاعب للتدريبات، او ولا هنشوف مثلا هيقعد فتره معينه. البرنامج يعني هيحدده الطبيب الالماني، لكن الامور جيده بالنسبه لكريم نيدفيد. حظه وحش شويه في موضوع الاصابه، لكن ان شاء الله يرجع لانه لعيب مهم جدا. طيب عايزين نشوف كمان مباريات اليوم والامس في مختلف البطولات. طبعا دي لقطات لكريم نيدفيد، احد اللاعبين اللي كانوا مميزين جدا السنه اللي فاتت مع مستر لاسارتي، واللي بان قيمته بشكل كبير جدا بالتحديد في الجزء الثاني من الموسم الماضي. يعني مباراه الامس امبارح كان في دوري ابطال اوروبا ماتشين جامدين قوي، ليون ويوفنتوس. ليون فازوا 1-0 في ملعبهم في فرنسا على يوفنتوس، لكن يوفنتوس يقدر يعوض في مباراه الاياب في ايطاليا. ريال مدريد خسر على ملعبه في سانتياغو برنابيو من مانشستر سيتي 2-1 بعد ما كان متقدم بهدف اسكو في الشوط الاول، او بالتحديد في الدقيقه 60 من الشوط الثاني، وبعد كده راموس طبعا اتطرد وجاب خيسوس هدف، وكيفن دي بروين عمل اسيست لخيسوس وايضا احرز هدف ثاني من ضربه جزاء. فرص ريال مدريد اعتقد كده هتبقى صعبه في التاهل، ومانشستر سيتي قدروا ان هم يعملوا مباراه جيده في مباراه كانت خاصه جدا ما بين زين الدين زيدان وجوارديولا، احد افضل الاثنين مدربين في العالم. يعني امبارح كمان في اليوروبا ليج كان في سبورتنج براغا البرتغالي مع رينجرز الاسكتلندي، وانتهى فوز رينجرز 1-0 في ملعب سبورتنج براغا في البرتغال. النهارده في بعض المباريات في اليوروبا ليج ايضا، اهمهم يعني اسبانيول مع ولفرهامبتون، بورتو مع بايرن ليفركوزن، وارسنال مع اولمبياكوس، ومانشستر يونايتد مع كلوب بروج، وانتر ميلان مع راسجارد اللي هو الفريق البلغاري، وايضا بنفيكا البرتغالي مع شاختر دونيتسك الاوكراني. دي اهم المباريات كمان النهارده. طيب انا عايز اروح اطمن على الفريق بشكل اكبر، اروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي عشان يطمننا على الفريق واخر استعداداته للمباراه المهمه امام صن داونز. يا كريم اهلا بيك. اهلا بيك زميلي امير، كل التحيات لكل المشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي. الجمهور سامعك يا كريم، عايز يطمن على الفريق، طمنه. يعني اكيد طبعا امير، في البدايه اتمنى كل الشغل المبذول خلال الايام الماضيه بالنسبه للتحضيرات الاداريه الفنيه باذن الله يكون بالنجاح، وترجم على ارض الملعب يوم السبت 3 مساء على استاد القاهره باذن الله النادي الاهلي خطوه للامام في البطوله الافريقيه. انا عايز اطمنك كل جمهور النادي الاهلي الحاله المعنويه بشكل كبير، الجديه والاصرار اللي بنتكلم عليه في كل التدريبات، هي دي سمه تدريبات الاهلي. اللعيبه عارفها بشكل كبير جدا اهميه المباراه، ان شاء الله باذن الله نقدر نسلم في الشوط الاول زي ما كنت قلت ممكن معاك امبارح في شوطين، شوط اول في مصر وشوط ثاني في بريتوريا، لكن التركيز كله والحمل التدريبي وكل الجمل التكتيكيه بنفوض مصلحه النادي الاهلي. النهارده يمكن اليوم الثاني على التوالي لغلق تدريب النادي الاهلي، امر طبعا اتكلمنا فيه اكثر من مره، امر مهم وامر جيد جدا بالنسبه للجهاز الفني والجهاز الاداري للنادي الاهلي. كريم استاذنك بس، استاذنك اتحرك يمين او شمال شويه لان الصوت بيقطع بس. سامعني كده زميلي عيد؟ كده تمام اتفضل. يمكن زي ما بنقول يعني ان شاء الله باذن الله التدريبات اللي بيتم فيها النادي الاهلي بطريقه ثابته جدا وباداء كويس، ان شاء الله باذن الله ما يبقاش في اي اصابات، ما يبقاش في اي اجازات لعيبه النادي الاهلي. النهارده يمكن كان زي ما انت ذكرت زميلي امير محاضره فنيه لمستر ريني فايلر اللي شغال بشكل مكثف على تحضيرات الفيديو، مقاطع الفيديو بيحضر اللعيبه بشكل مستمر. اللعيبه كمان عارفه اهميه هذه المباراه امير، ودي يمكن النهارده كان مخصص لينا احنا والمركز الاعلامي طبعا اول 10 دقائق بالنسبه لمران للنادي الاهلي الكل مركز، تيجي تبص على وشوش اللعيبه تلاقي في حاله تركيز، في حاله اصرار. اللعيبه ال 60 دقيقه او الاكثر من 60 دقيقه بالنسبه لتدريب النادي الاهلي بتكون كلها حماس، كلها جديه. امبارح كان في اشتراكات والتحامات مع لعيبه النادي الاهلي، ده نتيجه التركيز والكل عايز يثبت نفسه والكل عايز يشارك في هذه المباراه. لكن بشكل عام كل الامور الخاصه الفنيه التكتيك النهارده كان في شغل تكتيك كبير جدا، وده اللي يمكن قدرنا ان احنا نستنتجه طبعا مع غلق تدريب فريق الاهلي. كان في تقسيمه رائعه ومميزه جدا، الكل كان حاضر فيها ذهنيا وفنيا وبدنيا بشكل مميز جدا لعيبه النادي الاهلي. على الجانب الاخر ايضا كمان حراسه المرمى، مايكل مدرب حراس المرمى بيجهز الحراس بشكل رائع ومطمئن ومميز جدا. الشناوي النهارده بيتالق شريف اكرامي، علي لطفي، مصطفى شوبير في حاله رائعه، ودي اللي احنا عايزين ننقلها لجمهور النادي الاهلي، ان التركيز الكبير اللي شايفينه في لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يوم
يوم السبت يكون يوم الاهلي ويكون يوم جمهور للنادي الاهلي. كل العوامل مهيئه، اداره النادي اشتغلت بشكل كبير جدا على زياده الجماهير، وبالفعل قدرنا نوصل ل 30,000. كنا بنامل ان يكون اكتر من كده، لكن خلاص تم الامن بالوقف على هذا الامر. الناحيه الثانيه على الجانب الفني والاداري كل اللعيبه بتشتغل بشكل كبير ان شاء الله امير، يعني الحماس الكبير جدا والثقه الكبيره بناكد عليها كل مره مع لعيبه النادي الاهلي في المواقف. ان شاء الله نشوف لعيبه النادي الاهلي، نشوف بعد كل لاعب ان شاء الله في المباراه الاولى، وان شاء الله تكون المباراه الثانيه هي مباراه التاهل ان شاء الله زميلي. باذن الله يا كريم، انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي طمنا على الفريق بشكل كبير جدا، وعايزين نطمن حضراتكم الامور كلها كويسه والناس جاهزه واللعيبه جاهزه جدا، وان شاء الله باذن الله الاهم يكونوا موفقين في هذه المباراه. وبرده لازم ناكد على حاجه مهمه قوي يا جماعه، احنا بنلعب المباراه دي طبعا لرد الاعتبار. تاني رد الاعتبار ده هيتمثل في ايه؟ هيتمثل في الانتصار في مجموع الماتشين عشان نتاهل. كده انت رديت اعتبارك. البعض ممكن يقول لك لا احنا خسرنا السنه اللي فاتت نتيجه كبيره لازم نعوضها. لا مش شرط خالص. انت الهدف بالنسبه لك ايه؟ التركيز كله منصب على ايه؟ منصب على انك تتاهل لنصف النهائي البطوله عشان تكمل مشوارك وتاخد بطوله دوري ابطال افريقيا باذن الله. هو ده الهدف. فانت لما باذن الله لما تكسب صن داونز انت كده رديت اعتبارك وتواصل مشوارك عشان تقدر تفوز بهذا اللقب. ده امر مهم وده اللي مركز عليه الجهاز الفني واللاعبين باذن الله في هذا التحدي وهذه المباراه الكبيره. انا عايز برضو يعني نتكلم بشكل اكبر على مباراه صن داونز، وبالتحديد تناول الصحف والمواقع العالميه بخصوص هذه المباراه، لان في الحقيقه الكل بيترقب هذه المباراه لان فرقتين كبار جدا. اهلي اكبر فرق افريقيا طبعا على الاطلاق، صن داونز احد اكبر الفرق في افريقيا، ده امر معروف، ودايما تبقى في قمم افريقيه كده منهم قمه الاهلي وصن داونز، ده امر مؤكد يعني. فبالتالي انا عايز اروح لموقع سوكر لادوما الجنوب افريقي وكيف تناول الحديث عن مباراه الاهلي وصن داونز، وقال موقف كمان الثلاثي المصاب وفرص لحقهم بهذه المباراة. هم اتكلموا على ان المباراة طبعا قوية جدا ومهمة للغاية عشان الدور اللي بيلعبوا فيه بالتحديد في البطولة، ما فيش تعويض في هذه المباراة طبعا من خلال المباريتين يعني، لكن في نفس الوقت بيتطرقوا للثلاثي اللي مصاب. واحنا عارفين الفترة اللي فاتت كده كنا كل شوية نسمع ان حد مصاب، لكن ده ما يفرقش معانا خالص مين مصاب مين جاهز، مش عايزين ننخدع بمثل هذه الامور اطلاقا. احنا مركزين كفرقة او الفريق عندنا مركز بشكل مميز عشان يحقق هدفه باذن الله. لكن قال لك نكونكا ده لاعب صن داونز وريكاردو ناسيمينتو والحارس دينيس اونيانجو المصاب كلهم جاهزين للمباراه، وان مشاركتهم يعني فيها شك لكن الاقرب ان هم هيقدروا يلعبوا مباراه الاهلي يوم السبت. احنا عارفين اونيانجو طبعا اهم حراس المرمى في افريقيا، يعني الراجل كان عنده يعني اصابه في اوتار الركبه لكن ابتدى يشتغل في التدريبات بشكل طبيعي وهيبقى موجود. ده المؤكد يعني اللي حضراتكم لازم تعرفوه ان الحارس ده هيكون موجود، وهو احدى نقاط القوه عند فريق صن داونز بكل تاكيد. لكن لسه الكلام على نكونكا ده وايضا ريكاردو ناسيمينتو الكلام عليهم هل هم هيكونوا جاهزين ولا لا، فهنشوف. كيك اوف كمان موقع كيك اوف اتكلم على ايه؟ اتكلم على مباراه الاهلي وصن داونز، واتكلم بالتحديد عن الارقام اللي بتتمثل في ان في فارق كبير ما بين اهلي لاسارتي واهلي فايلر. زي ما هم بيقولوا قالوا ان اهلي فايلر خلال الفتره الحاليه ارقامه كلها رائعه واداؤه الفني في الملعب ممتاز بدليل المباريات كلها في بطوله الدوري 16 انتصار متتالي. في المقابل فريق صن داونز لعب 29 مباراه في الدوري حقق بس 12 فوز يعني. فبيقول لك من هنا جايه صعوبه المباراه على فريق صن داونز، وبيتكلموا على مدى جاهزيه النادي الاهلي وقدرته على الفوز. كمان في موقع جول بيتكلم على ان صن داونز يحتاج لقوه ذهنيه عاليه لمواجهه الاهلي، دليل ان في حضور جماهيري وان المباراه بتتلعب على استاد القاهره، فده امر في حد ذاته امر صعب جدا على اي فريق يلعب على استاد القاهره قدام النادي الاهلي وفي حضور جماهيره. فهم بيقولوا ان صن داونز لو عايز يخرج بنتيجه ايجابيه لازم يكون عنده قوه ذهنيه عاليه على مدار مواجهه الاهلي في القاهره. طبعا تايمز البريطانيه كمان جريده تايمز البريطانيه اتكلمت على ان المواجهه ستكون قويه جدا في تحدي قوي على استاد القاهره، وان فريق صن داونز عنده تحديات كبيره جدا في هذه المباراه بتتمثل في اصاباته المختلفه سواء كونكا او ناسيمينتو او كمان دينيس اونيانجو. يعني تصريحات كلها او التقارير كلها بتقول لك يعني معطيات ما قبل هذه المباراه. موقع جول ايضا اتكلم على ان موسيماني واثق في لحاق الثلاثي المصاب بالمباراه، وانا زي ما بقول لحضراتكم كلها بتبقى تصريحات من موسيماني، تصريحاته دايما بتبقى دبلوماسيه جدا جدا وفيها جزء كبير قوي من الذكاء
والتعامل النفسي قبل هذه المباراة، هو يعني ذكي في الجزئية دي، لكن احنا خلاص اتعلمنا من درس السنة اللي فاتت يعني. فالثلاثة قادرين ان هم يلعبوا المباراة يعني، وده اللي هنشوفه بالتحديد يوم السبت بإذن الله تعالى. كمان موقع اي او ال قال ان صن داونز لن يواجه حشدا مخيفا هذه المره، بيتكلم على اعداد الجماهير ان كما هو المعتاد سابقا يعني من زمان قوي لو نفتكر كده، كان الجمهور دايما بيملى المدرجات، واي فرقه في افريقيا بتيجي تقابل اي فريق مصري من نسبه 95% بيخسروا وفريق مصري بيكسب يعني. فبيقول لك المره دي مش هيبقى عدد فوق ال 100,000 يعني، المره دي 30,000 بس طبقا للموافقات الامنيه اللي هيكونوا موجودين في هذه المباراه، لكن اللي احنا عايزين ناكده ان ال 30,000 دول قادرين ان هم يكونوا 100,000 في الملعب من خلال هتافهم وحماسهم الشديد ومؤازرتهم للاعبي النادي الاهلي. وبرده هي جزئيه مهمه جدا لازم ناكد عليها يا جماعه، احنا عايزين باذن الله باذن الله، وانا عارف طبعا جمهور النادي الاهلي مش مستني ان احنا نقول الكلام ده خالص، جمهور النادي الاهلي مدرك جدا وواعي جدا لاهميه هذه المباراه وللتحدي وللهدف. ازاي بقى نعمل ايه؟ احنا نشجع الفريق في المباراه دي بس، مش عايزين نتطرق لاي امور حدثت على مدار الاسبوع الماضي، اي ازمات اي كلام من ده، لا مش عايزين حد يخرجنا او يبعدنا عن هدفنا. الهدف هيتحقق ازاي؟ هيتحقق بالتشجيع والمساندة على مدار ال 90 دقيقة كما هو المعتاد من جمهور النادي الاهلي، اقوى جمهور، اقوى جمهور في افريقيا لما بيبقى متحمس وبيشجع زي ما احنا متعودين النسب بتبقى كبير. فالتركيز كله يكون منصب على المباراة دي باذن الله في كيفية تشجيع ومؤازرة فريق النادي الاهلي عشان يحقق نتيجة ايجابية قبل مباراة الاياب ان شاء الله في جنوب افريقيا. دي بعض الامور الهامه جدا حبيت اتكلم فيها مع حضراتكم مع بدايه حلقه اليوم. انا عايز اشوف الصحف كمان اتكلمت في ايه النهارده، نروح نشوف. الاهرام 10 لاعبين بالاهلي يحجزون مراكزهم في التشكيله الاساسيه لمواجهه صن داونز، فايلر يستنفر حماس لاعبيه وبخماسيه بريتوريا، والنادي يطالب الجماهير بالالتزام التام. الأخبار قبل لقاء الأهلي وصن داونز السبت، فايلر محتار في رمضان صبحي، الخطيب في مران الأهلي وعبد الحفيظ يحذر من مسائل التنويم. الجمهورية حسم مشاركة رمضان وجلسات معنوية للاعبين، وصايا الخطيب قبل مواجهة بطل جنوب أفريقيا. الشروق الخطيب يدعم لاعبي الاهلي قبل مواجهه صن داونز، رئيس النادي يجتمع مع اللاعبين ويطمئن من عبد الحفيظ على احوال الفريق. المساء رمضان صبحي خارج حسابات الاهلي امام صن داونز، فايلر يبحث عن البديل في لقاء السبت المقبل، تدريبات حماسيه في المران واللاعبون جاهزون للتحدي الافريقي. المصري اليوم نفاذ تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز، مجلس الإدارة يتقدم بمذكرة احتجاج رسمي للجبلاية ضد عقوبات السوبر. تصريحات مدرب صن داونز تثير مخاوف الجهاز الفني قبل مباراة الإياب بجنوب أفريقيا. الأهرام مدرب صن داونز يلجأ للخطة البديلة في مواجهة الأهلي بعد غد. الأخبار منسق صن داونز لا نخشى الجماهير والخماسية لن تتكرر طبعا. فيما يتعلق بالنادي الأهلي فالكل بيتكلم عن المواجهة المقبلة طبعا في صحف النهاردة ومباراة صن داونز. نبتدي بجريدة الأهرام واللي بتقول إيه؟ بتقول إن في 10 لاعبين حجزوا مكانهم في التشكيلة الأساسية رغم إن ده ما بيبقاش مضمون إطلاقا مع مستر رينيه فايلر. العشرة مين؟ بيقول لك يعني الشناوي مثلا في حراسة المرمى، ناحية الشمال علي معلول، ناحية اليمين أحمد فتحي، ده طبقا لاجتهادات الأهرام يعني والصحفي العزيز الزميل العزيز اللي كاتب هذا الخبر. في الدفاع هو هنا بيقول إيه؟ أيمن أشرف وياسر إبراهيم. في نص الملعب بيقول لك ديانج والسولية، قدامهم أفشة حاجز مكانه، أجاييه حاجز مكانه، وحسين الشحات يتبقى المهاجم. والمهاجم ده هيترتب على إيه؟ على المكان اللي ممكن يلعب فيه أجاييه لو لعب، هل هيبقى جناح ايسر ولا هيبقى مهاجم؟ ده طبقا بقى لي يعني افكار مستر فايلر في هذه المباراه. هنشوف هيختار اجاي فين، لو هو اصلا اختار اجاي في التشكيل الاساسي ما تضمنش اي حاجه بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي في هذه المباراه، لكن كل طبيعي جدا قبل اي مباراه بالنسبه للنادي الاهلي بيجتهد وبيحاول يتوقع التشكيل المناسب للفريق وبيحاول يتمنى من وجهه نظره كمان الفنيه لهذه المباراه، يعني مين اللي يلعب ومين ما يلعبش وكلام من ده. لكن اللي عايزين ناكده ان احنا عندنا القايمه كلها كامله
متكاملة مميزة جدا. أي حد هيلعب بإذن الله هيضيف للنادي الأهلي في هذه المباراة، وواثقين في أي حد أكيد هيلعب هذه المباراة بإذن الله يكسب ويفرحنا إن شاء الله. تعال نروح للأخبار، والأخبار بتقول إيه؟ بتقول قبل لقاء الأهلي وصن داونز السبت، فايلر محتار في رمضان صبحي. هنا التساؤل بقى، والناس في الحياة كله بيسأل على موضوع رمضان صبحي. الإجابة ممكن تلاقوها في المؤتمر الصحفي النهاردة، يعني ممكن الإجابة، أنا مش عايز أجتهد، اجتهاد بالنسبة لي محدود شوية هنا، لكن في نفس الوقت مفيش حاجة رسمي خرجت من النادي الأهلي. أنا دايما ملتزم بالرسمي اللي ممكن يخرج من النادي الأهلي بخصوص أي موضوع في الدنيا، يعني مش بس قصة رمضان صبحي. لكن النهاردة مثلا في مؤتمر الساعة 6:15، مستر فايلر أكيد هيكون في رد لمستر فايلر على جزئية رمضان صبحي لو أحد الصحفيين سأله، يعني فهنشوف لو في رد على مدار الحلقة النهاردة بخصوص قصة رمضان صبحي هنقوله لحضراتكم لو مستر فايلر رد في المؤتمر الصحفي. لكن إحنا منتظرين، هنشوف اللي هيحصل في المباراه، مين موجود مين مش موجود، ده كلام هنتابعه يعني. الخطيب في مران الاهلي وعبد الحفيظ يحذر من رسائل التنويم. طبعا كابتن محمود الخطيب تواجده في المران ده بيبقى حافز اضافي للاعبين، ان هم متحفزين اصلا بكل تاكيد لهذه المباراه. لكن دايما لما بيبقى رئيس النادي زي ما حضراتكم شايفين كده في اللقطات دي يبقى موجود، فده بيبقى دافع قوي، وليه رسائل زي ما حضراتكم ايضا شايفين كده في اللقطات دي، رسائل مختلفه بيقولها لاعبيه النادي الاهلي بخصوص المباراه المقبله، واكيد بخصوص الفتره اللي فاتت وكيفيه التعامل في كل الملفات اللي ممكن تواجه اللاعبين، وازاي نركز بس في اللي جاي، وازاي نفكر ان احنا نكسب، ونفكر في اسم والنادي الاهلي وكيان النادي الاهلي اللي دايما بيعمل له حساب اللاعبين والجهاز الفني والمسؤولين يعني. لكن موضوع تنويم، رسائل التنويم الخاصه بمستر او بالمدير الفني موسيماني، مدير فني صن داونز، زي ما قلت لحضرتك التصريحات دايما بالنسبه له بيحاول يضخم جدا، رغم ان ده واقع برضه، يعني يقول لك الاهلي ده اكبر واعظم فريق في افريقيا، الاهلي ده عنده لعيبه، هو ده واقع على فكره، بس احنا مش عايزين نتغر بالتصريحات دي، مش عايزين ناخدها على انها تبقى تهدينا كده، مش هنهدى، الاهلي مش هيهدى في الماتش ده. الكام لعيب ال 11 والبدلاء اللي هيلعبوا هذه المباراه باذن الله يقدروا يفرحوا جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يعني. نروح للجمهوريه، تتكلم برضو على موضوع رمضان صبحي. بيقول لك ايه؟ حسم مشاركه رمضان وجلسات معنويه للاعبين، وصايا الخطيب قبل مواجهه بطل جنوب افريقيا. برضو بيتطرقوا للرسائل اللي كابتن محمود الخطيب في مران الامس للاعبين، وبيتطرقوا لموضوع مشاركه رمضان صبحي. الاجابه يا جماعه، الاجابه عند المدير الفني بس، هو الوحيد اللي يقدر يقول، او احد اعضاء الجهاز الفني هم اللي يقدروا يقولوا رمضان موجود ولا مش موجود، احنا مش عارفين. ويعني لازم برضو يبقى كلامنا واضح في الجزئية دي، احنا في انتظار دايما التصريحات تخرج من الراجل نفسه يعني بخصوص رمضان صبحي. طيب تعالوا نروح للمسا. المسا بتتكلم على ان رمضان صبحي خارج حسابات الاهلي امام صن داونز، ربما فايلر يبحث عن البديل في لقاء السبت المقبل. موضوع البديل لرمضان صبحي، احنا بقالنا شهرين تقريبا بنلعب من غير رمضان صبحي او اكتر شوية، وبنكسب الحمد لله وماشيين بشكل كويس جدا. المباراة الوحيدة اللي وقعت مننا مباراة السوبر بضربات جزاء ترجيحية يعني. لكن فيما عدا ذلك الأهلي من غير رمضان صبحي، طبعا رمضان إضافة قوية جدا، إضافة فنية في الملعب يعني ما حدش يقدر يختلف عليها. أحسن لعيب في مصر، ما فيش نقاش طبعا. لكن في نفس الوقت الأهلي بلعيبته الموجودين يقدروا يكسبوا أي مباراة يعني، سواء موجود بقى رمضان غايب رمضان، دايما فايلر بيعوض غياب رمضان بشكل مميز جدا، وفي مباريات بعضها بنكسب بأهداف عديدة يعني، بأكثر من هدف في المباراة يعني. فهنشوف مستر فايلر هيتعامل في حاله غياب رمضان ازاي عن في هذه المباراه تحديدا. تدريبات حماسيه في المران، وده طبعا بيحصل، واللاعبون جاهزون للتحدي الافريقي وده مؤكد. المصري اليوم بتقول ان التذاكر خلاص خلصت، مباراه الاهلي وصن داونز، وده احنا اعلناه امبارح، وشركه تذكرتي اعلنته بشكل رسمي. مجلس الاداره يتقدم بمذكره احتجاج رسمي للجبليه ضد عقوبات السوبر. طبعا دي كانت يعني حاجه صعبه جدا، عقوبات كلها غير منطقيه اطلاقا يعني، كل شيء وعكسه يعني، كل حاجه وعكسها. واحنا اتكلمنا في الجزئيه دي كتير، مش عايزين نشغل نفسنا بالموضوع ده دلوقتي. عندنا مسؤولين في النادي الاهلي عارفين خطواتهم كويس جدا، عارفين ازاي ان هم يقدروا يحفظوا حق النادي الاهلي دايما يعني. احنا كلنا دلوقتي مهتمين بمباراه صن داونز، مش هننشغل عن المباراه دي دلوقتي. يخلص التحدي ده هنرجع نفتح الملفات اللي كده كده بتبقى مطروحه دايما على طاوله مجلس اداره النادي الاهلي ومسؤولين في النادي الاهلي عشان يجيبوا حق النادي. ده امر لازم نطمن حضراتكم بخصوصه. تصريحات مدرب صن داونز تثير مخاوف الجهاز الفني قبل مباراه الاياب وجنوب في جنوب افريقيا.
هو اتكلم على موضوع العشب في الملعب بتاعهم هناك في بريتوريا، ان العشب يعني مرتفع شويه فبطأ الكره شويه، يعني تصريحات بخصوص ارضيه الملعب برضو، التصريحات دي مش هنركز فيها قوي، ما فيش مخاوف ولا حاجه، الاهلي جاهز انه يلعب على اي ملعب، وان شاء الله باذن الله عفوا باذن الله نقدر نحسم من مباراه الذهاب هنا في القاهره ان شاء الله باذن الله تعالى. الاهرام وبتتكلم على موسيماني برضو، وان هو يلجا للخطه البديله في مواجهه الاهلي بعد غد، يعني خطه بديله بتتمثل في موضوع كيف سيتعامل مع الغيابات اللي ممكن تكون موجوده في هذه المباراه طبقا للتشكيله بتاعته. هو دايما اكيد الراجل بيفكر ان هو يخرج بنتيجه ايجابيه في هذه المباراه، ما يخسرش عشان يقدر يبقى عنده فرص اكبر في مباراه الاياب ان هو يتفوق لا قدر الله على النادي الاهلي، لكن كل مدرب بيبقى ليه افكاره وخططه، وهنشوف الافضل باذن الله في هذه المباراه، وافكار باذن الله مستر فايلر هي اللي تكون افضل ويقدر يكسب ونتاهل لدور نصف النهائي باذن الله. الاخبار وتصريح لخالد علي منسق صن داونز، واللي قال لا نخشى الجماهير والخماسيه لن تتكرر. هم متعودين على موضوع الجمهور، هم هناك في صن داونز بيلعبوا او في جنوب افريقيا يعني بيلعبوا بجماهير على طول موجوده، ما فيش اي مشاكل خالص، عدد كبير من الجماهير بيحضر، فهم متعودين على الضغط الجماهيري، وده امر بالنسبه لهم اكيد بيعرفوا يتعاملوا معاه يعني. في نفس الوقت هو بيتكلم على موضوع الخماسيه ده صعب، ده مستحيل يتكرر يعني، لان 5-0 دي حاجه بتبقى يعني غير متوقعه وما بتحصلش غير كل مره في كل 100 سنه يعني، بالذات مع الانديه الكبيره زي الاهلي يعني. فموضوع الخماسيه ده اكيد يعني مش منطقي شويه. هتبقى منافسه قويه، منافسه صعبه ما بين الاهلي وصن داونز، ان شاء الله الاهلي يكون موفق ويتاهل. دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، لسه في اخبار عن النادي الاهلي في المواقع نشوفها. البوابه سبورت، الهجوم يثير ازمه في الاهلي قبل موقعه صن داونز. اليوم السابع، احمد فتحي يعقد جلسه حاسمه مع الاهلي قبل تحديد وجهته. مبتدا، قرار جديد من الاهلي بشان علاج كريم ندل. الوطن سبورت، الاهلي يكثف مفاوضاته لخطف السوداني اطهر الطاهر. البوابة سبورت بتقول ايه؟ بتقول ان يعني الهجوم واهدار الفرص ده بيقلق شويه الجهاز الفني في النادي الاهلي، وان ده ازمه بيواجهها مستر فايلر. طبعا موضوع اهدار الفرص ده بيحصل، شفنا ماتش الزمالك ضيعنا بالتحديد الفرصه بتاعت اجيه وجيرالدو دي، لو كانت جت كان الموضوع خلص من بدري يعني. لكن في كل الاحوال اكيد الجهاز الفني عنده طريقه معينه في التعامل مع الجزئيه دي، عندنا لاعبين في خط الهجوم مميزين جدا ان شاء الله باذن الله، بس التوفيق يكون حليفهم وهنحرز اهداف باذن الله. تدريبات بقى مخصصه للمهاجمين اكيد ده دور الجهاز الفني بشكل كامل ازاي يقدر يتعامل في الجزئيه دي. اليوم السابع، احمد فتحي يعقد جلسه حاسمه مع الاهلي قبل تحديد وجهته. احمد فتحي طبعا عنده عروض يعني، عشان نبقى يعني متفقين مع بعض، طبيعي جدا لما لعيب باسم احمد فتحي وامكانيات احمد فتحي اكيد هيجي له عروض، وفي نفس الوقت اكيد الاهلي مهتم بتجديد عقد احمد فتحي برضه، عشان ابقى صريح مع حضراتكم، التوقيت هيبقى امتى؟ وارد جدا جدا ان هو يكون بعد مباراتي صن داونز يتم حسم هذا الملف، مش بس احمد فتحي، الثلاثي الاخر يعني عاشور اكرامي وليد سليمان. مبتدا، قرار جديد من الاهلي بشان علاج كريم ندفيد. زي ما طمنت حضراتكم في بدايه الحلقه عن كريم ندفيد، كريم ندفيد الامور بالنسبه له يعني باذن الله جيده ومبشره للفتره القادمه بعد الجراحه الاخيره اللي عملها، والاهلي طبعا يعني في ظهر كريم ندفيد وهيفضل وراه لغايه لما يخف ويرجع ويكون اضافه زي ما احنا تعودنا السنه اللي فاتت تحديدا، مع لعيب بامكانيات ومميزات كريم ندفيد في وسط الملعب، كان يفرق معانا قوي كريم ندفيد في فترات كتيره في الحقيقه، لكن قدر الله ما شاء فعل ان شاء الله نتمنى له العوده سريعا، والامور ماشيه في الاتجاه الايجابي جدا لكريم ندفيد يعني. طيب اخر خبر عايز اعلق عليه مع حضراتكم، الوطن سبورت بيتكلموا عن الاهلي، يعني تقارير بتقول الاهلي بيفاوض اطهر الطاهر الظهير الايمن لفريق الهلال السوداني. هو في الحقيقه لعيب مميز جدا يعني، لعيب كويس قوي في الجانب الايمن، لكن دايما لما الاهلي بياخد مفاوضات او بيبقى عنده قرارات ان هو يتفاوض مع لاعبين ما بيعلنش، عشان نبقى بنتكلم بصراحه ومنطقيه يعني. البعض بيجتهد، البعض بيحاول يجيب اخبار، حق اي صحفي يعني مفيش مشكله، لكن الاهلي لما بيشتغل بيشتغل في سريه تامه، احنا بنتفاجئ بالاعلان الرسمي
في حاجات بتبان قبل الاعلام بشويه كده، بيبقى خلاص الاهلي خلص، يعني لما بتبان يبقى الاهلي خلص. لكن لحد دلوقتي مفيش كلام بخصوص قطر الطاهر خالص، يعني كلام رسمي مفيش، يعني عشان برضو نبقى واضحين مع حضراتكم. دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، اخبار الاهلي في الصحف نشوف. في اليوم السابع اتحاد الكره يطلب من الفيفا رسميا اقامه الانتخابات قبل اولمبياد طوكيو. سوبر كوره، اتحاد الكره يستقر على تشكيل لجنه الانديه بدايه من الدور الثاني. الشروق، سعر مبابي يقرب صلاح من ريال مدريد. صدى البلد، تريزيجيه يتوعد مانشستر سيتي قبل مواجهه نهائي كاس الرابطه. يلا كوره، ميرور، يونايتد وبرشلونه ينضمان لصراع ضم فيرنر، واللاعب ينتظر ليفربول. الوطن سبورت بالاسماء، 8 لاعبين يرحلون عن تشيلسي الصيف المقبل. في الجول، من اجل الافضل على الاطلاق رسميا البريمير ليج يعلن عن اطلاق قاعه المشاهير. صدى البلد بسبب فيروس كورونا تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا. فيتو، تفاصيل اختراق حسابات بيب جوارديولا. سبورت 360، الاتحاد الأوروبي يحدد موقفه من فينيسيوس بعد انتقاد الحكم. طيب انا قبل ما اروح لفاصل هعلق بس على خبرين محليين تحديدا، وخبر او اتنين كمان من الاخبار العالميه. نروح لليوم السابع واللي بيتكلم عن اتحاد الكره يطلب من الفيفا رسميا اقامه الانتخابات قبل اولمبياد طوكيو. احنا عارفين ان اتحاد الكره الموجود ده او اللجنه الخماسيه اللي بتدير دي لجنه مؤقته، ما بتنجحش خالص حتى الان يعني في اي ملف من الملفات للاسف الشديد. لكن في كل الاحوال كان في اجتماع على مدار اليومين اللي فاتوا 48 ساعه اللي فاتوا مع ساره سالمون اللي هي مندوبه الفيفا والمسؤوله عن متابعه كل الملفات المكلف بيها او المكلفين بيها اللجنه الخماسيه الحاليه عشان ينجزوها قبل الانتخابات اللي المفروض تبقى بعد اولمبياد طوكيو. الناس هم بيتكلموا مع ساره سالمون قالوا لهم ايه؟ قالوا لساره سالمون احنا يعني بنرغب ان احنا نعمل انتخابات قبل الاولمبياد عشان الضغوط علينا كتير والانتقادات علينا كتير جدا. فساره قالت لهم ايه؟ قالت لهم طيب خلاص ماشي، انا هعرض الموضوع على المسؤولين في الفيفا وهم يقولوا لنا القرار ايه. فهنشوف الفيفا هتقول ايه بخصوص الانتخابات، هل هتبقى بعد الاولمبياد ولا بعد الاولمبياد يعني. بس احنا عايزين الانتخابات تيجي بسرعه، وهي رساله برضو بقى لاعضاء الجمعيه العموميه يعني في اتحاد الكوره، بعد اذنكم لما تيجوا تختاروا بقى اختاروا صح، سيبك من اللجنه الخماسيه مش انتوا المختارينها، ماشي انا متفق معاكم، لكن الاتحاد السابق ده كان اتحاد صعب شويه. فبعد اذنكم لما تيجوا تختاروا اختاروا الانسب لاداره الكره المصريه واللي يقدر يشتغل في صالح الكره المصريه، لان احنا عانينا بقى، احنا تعبنا بصراحه يعني. سوبر كوره، اتحاد الكره يستقر على تشكيل لجنه الانديه بدايه من الدور الثاني. طب ما كان من الاول ما اتعملتش لجنه الانديه ليه من الاول؟ ليه ما كانش فيه من بدايه الموسم؟ انا دايما يعني عن نفسي يعني بحب ان لما نبتدي بحاجه نكملها لاخر الموسم. عايزين تعمل لجنه انديه يبقى الافضل مع بدايه الموسم الجديد. الله اعلم الانديه هتوافق وما توافقش يعني في القصه دي، ان هي تبقى في منتصف الموسم يبقى في لجنه خاصه بيهم، لكن كان الافضل يا اما قبل بدايه الموسم رغم ان ده كان موضوع مطروح جدا ما اعرفش ما حصلش ليه، يا اما بعد نهايه الموسم. في نص الموسم دايما موضوع اللوائح تتغير ولجان جديده وكلام من ده موضوع يعني ما بيتمش ترجيحه بشكل كبير. كان هنشوف اللي هيحصل الفتره اللي جايه. هناخد كام خبر عالمي كده سريعا. الشروق بتقول ان سعر مبابي يقرب صلاح من ريال مدريد. محمد صلاح من ضمن اللاعبين الموجودين في الليست بتاعه زيدان للتعاقد معاهم في الصيف المقبل. ما شاء الله عليه بقى له 3 سنين مع ليفربول ماشي بشكل ممتاز جدا، ارقامه كلها رائعه. سعر مبابي حوالي 300 مليون يورو. زيدان نفسه في مبابي، لكن في نفس الوقت الخيار الاسهل والاقرب بالنسبه لهم ان هم يتعاقدوا مع محمد صلاح مقابل 126 مليون جنيه استرليني. في الصيف هيبقى في مفاوضات كتيره جدا سواء بخصوص ريال مدريد مع مبابي او ريال مدريد مع صلاح او مع ماني كمان من ليفربول. هنشوف الامور هتمشي ازاي يعني. نروح سريعا اخر خبر معانا من صدى البلد وهو بيتعلق بتريزيجيه ان هو بيتوعد مانشستر سيتي.
قبل مواجهه نهائي كاس الرابطه، نهائي كاس الرابطه ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي ما بين استون فيلا ومانشستر سيتي. تريزيجيه كان احد ابطال استون فيلا في البطوله بعد هدف التاهل على حساب ليستر سيتي للمباراه النهائيه في مباراه قبل النهائي اللي هي مباراه الاياب. فبالتالي تريزيجيه ليه تصريحات قال ان احنا مستعدون وسنقاتل للفوز بهذا اللقب. نتمنى طبعا لتريزيجيه كل التوفيق وان هو يحقق اول بطولاته في الدوري الانجليزي، او عفوا في البطولات الانجليزيه بشكل عام مع فريق استون فيلا. ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. دي كانت بعض الاخبار المحليه والعالميه. انا هروح لفاصل سريعا، بعد الفاصل ينضم لي الاستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد القوسي للحديث في مختلف الملفات واهم احداث هذا الاسبوع وما هو قادم تحديدا مباراه سان داونز. حديث هيكون باستفاضه، استنونا بعد الفاصل. الأستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير ضيفنا العزيز في حلقة اليوم. يا أستاذ القوسي أهلا بيك. أهلا بيك يا أمير، تحياتي ليك ولكل السادة المشاهدين. أخبارك إيه؟ الحمد لله منورنا، ربنا يخليك نورك. عايز أبتدي بس باعتبارات نشرها الاتحاد المصري لكرة القدم منذ قليل على الموقع الخاص به وعن طريق الفيديو كمان، اعتبارات بتخص مواعيد المباريات. يتم مراعاة الاعتبارات والإصرارات الآتية، يعني أكثر من اعتبار، حوالي أربع اعتبارات: اعتبارات الفار واعتبارات أمنية وملاعب واعتبارات الاجنده الدوليه. هي كلها مرتبطه بالفار تقريبا يعني وكده، يعني خلاص داخلين على الفار، ربنا يسهل ويطبق باذن الله. الدور الثاني اعتبارات الفار مثلا استاذ قوسي زي ما حضرتك شايف كده، الا تقام اكثر من اربع مباريات في نفس اليوم لاتاحه الفرصه لتطبيق تقنيه الفار في جميع المباريات. تمام، يعني يعني الفار مش هيقدر يغطي اكثر اربع ماتشات في اليوم الواحد. يبقى خلاص بقى حته ان ممكن يقام ست مباريات، خمس مباريات، سبع مباريات او ثمان مباريات كحد اقصى، مستحيل. خلاص اربع مباريات فقط عشان القدرات التقنيه اللي محتاجها الفار. تمام، مش هتغطي اكتر من اربع مباريات في اليوم الواحد. بالظبط، الا تقام مباراه في استاد اسوان ومباراه في استاد خالد بشاره في نفس اليوم اللي هو استاد الجونه ده. طبعا يعني لان دول اكيد في متخصص عربيه واحده للمنطقه الجنوبيه، لمنطقه الصعيد اللي هتحرك ما بين الجونه في البحر الاحمر وما بين اسوان، وبالتالي فيها العربيه ما فيش ماتشين يتلعبوا يا اما في اسوان يا اما في الجونه. ما ينفعش الاثنين في يوم واحد. في بقى الاعتبارات الامنيه اللي بتتمثل في ايه؟ الا تقام ثلاث مباريات في القاهره في نفس اليوم، الا يلعب الاهلي والزمالك في القاهره في نفس اليوم. تمام، دي برضو من ضمن الاعتبارات الامنيه، يعني عشان فرقتين كبار. الا تقام مباراتان في الاسكندريه في نفس اليوم ايضا، دي من ضمن الاعتبارات اللي ده على الاعتبار ممكن تبقى في عربيه واحده موجوده في اسكندريه فتتحرك فتقدر تغطيها يعني. وفي ايضا اعتبارات خاصه بالملاعب بتتمثل في ان الا تقام اي مباراه لفريق المقاولون العرب او مصر المقاصه على استاد المقاولون في نفس اليوم لانهما يتشاركان نفس الملعب وذلك لاستبدال. بالظبط، لان في فرق بتلعب على نفس الملعب، في في ملعب بيلعب عليه اكثر فريق زي ملعب المقاولين مثلا عليه ملعب المقاصه والمقاولين، فبالتالي يتم تحديد مواعيد مختلفه مؤكد ده ما واخد في الاعتبار. بخلاف طبعا بقى الارتباطات القاريه والاجنده الدوليه واللي هي ان تمنح الفرق المشاركه عربيا وافريقيا اربعه ايام من المباراه للمباراه في حاله اللعب خارج جمهوريه مصر العربيه، وثلاثه ايام من المباراه للمباراه في حاله اللعب داخل جمهوريه مصر العربيه، وده تم الاعلان عنه من قديم. الا تقام مباريات في الفترات المحدده للمنتخبات الوطنيه من 23 مارس الى 31 مارس، ده امر مفروغ منه طبعا. لماذا تم تقديم مباراه الجيش وانبي لتلعب 5 مارس وقبل انطلاق الدور الثاني؟ ده سؤال مهم ده يا استاذ اوسي. ليه بقى بالظبط؟ هم مجاوبين اهو تحتيه، لان قال لك النادي انبي مباراه مؤجله مع النادي الاهلي من الاسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز، حيث اجلت نظرا لتحديد الاتحاد الافريقي مباراه الاهلي والنجم الساحلي قبل 24 ساعه من موعد لقاء الاهلي وانبي، ونظرا لان جميع الفرق ستلعب ثلاث مباريات في الفتره من 9 الى 22 مارس، ونظرا للقرعه التي أسفرت عن مباراة لنادي إنبي مع بيراميدز في الأسبوع الأول من الدور الثاني، وبالنظر للاعتبارات المذكورة سلفا تم تقديم مباراة الجيش وإنبي 5 مارس بدلا من أن يلعب 11 14 17 20 مارس، حيث تقام مباراتين في القاهرة بتاريخ 21 مارس. يعني التوضيحات كلها مهمة في الحقيقة، وده أمر يعني أمر إيجابي. يعني في سؤال آخر أيضا هم يعني جاوبوا عليه، قال لك لماذا لم يتم الإعلان عن باقي جدول الدوري؟ ليه بقى؟ الجدول المعلن يقوم بتغطية الفترة حتى 1 إبريل 2020، حيث أن موقف الأندية المشاركة إفريقيا من الوصول للنصف النهائي
سيتحدد بتاريخ 8 مارس 2020، سيتم اعلان جدول شهر ابريل بموعد اقصاه 15 مارس 2020. يعني عشان طبعا الانديه اللي بتشارك في البطولات الافريقيه المختلفه لسه مش عارفين موقفهم من تاهل للادوار الاخرى المقبله، فبناء على التاهل ده هيتم تحديد كل هذه الامور. تعليق عشان شهر بشهر برضه شهر بشهر يعني شهر بيكمل شهر بيكمل شهر. وليه انا ما حددتش يعني كل هذه الامور يعني انا يعني عارف المفروض تبقى متحدده بغض النظر عن الفريق اللي هيوصلوا للنصف النهائي او ما او لا، يعني فدي الامور واضحه يعني. عايز المفروض يبقى عندك بدائل ثانيه، لكن المفروض يبقى عندك الجدول ثابت ومحدد ومعروف وواضح جدا. يا كده يا كده بعرف ان انا هقعد ان انا لو كسبوا هعمل جدول كذا، لو خسروا هعمل جدول كذا. طبعا حاجات غريبه. انا شايف ان زي ما في كل دول العالم ان الجدول بيبقى معلن وبيبقى معمول وبيبقى محطوط وموضوع. سعدت اهلا وسهلا، ما سعدتش برضه، عادي جدا، امور عاديه يعني. طيب انا هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل مع استاذ محمد القصي. استنوا من الخميس لخميس قمه الاحداث الملتهبه في الرياضه المصريه. فانا في الحقيقه كده يعني بحب اتناول اهم احداث الاسبوع دايما مع نهايه الاسبوع مع الاستاذ الكبير استاذ محمد القصي. فخلينا نبتدي بمباراه السوبر اللي كانت يوم الخميس الماضي يا استاذ القصي، والاحداث اللي حصلت بعد هذه المباراه، ورايك ايه؟ انت كنت موجود في الملعب وشفت كل حاجه بعينيك يعني. يعني يمكن الامور كانت ماشيه بشكل جيد، المباراه منظمه بشكل رائع، استقبال هايل من الاشقاء في الامارات. دايما يعني في حفاوه كبيره جدا من المصريين بتواجدهم هناك وترحيب كبير جدا تمام لدرجه ان خلاص يعني بقى استاد محمد بن زايد او استاد هزاع كانهم استاد القاهره يعني بالنسبه للمصريين والجماهير المصريه. بتبقى عامل حاله كبيره جدا، احتفاليه ضخمه جدا او بمثابه عيد بالنسبه للمصريين، عمليه فرح، عمليه جميله، عمليه محترمه. وكل المناسبات اللي اقيمت قبل كده الحقيقه الحمد لله حققت نجاحات كبيره جدا يعني، والامور كانت ماشيه بشكل جيد وشكل منظم لغايه المباراه. والمباراه اتلعبت مباراه ما فيهاش اي حاجه خالص، الاهلي مسيطر تماما على المباراه، وكان بامكانه ان يخلص الماتش ده بهدف واثنين وثلاثه واربعه كمان لو امكن يعني. سير المباراه كان بيقول كده، زي كان كل هدفه ان يطلع بالمباراه اللي بره الامام من اول دقيقه بيلعب للهدف ده، انه يلعب ضربه جزاء، يوصل لركلات الجزاء او ركلات الترجيح من نقطه الجزاء او يطلع باقل الخسائر، او حتى لو خسر في ركلات الترجيح تبقى الامور افضل كتير بالنسبه له من ان الاهلي يفوز بنتيجه كبيره يعني. الاهلي يعني سوء حظ كبير، عدم توفيق، تسرع من اللعيبه لا يكاد اسباب، وصلت المباراه الدقيقه 90 وحصل ما حصل. هذه الركلات يمكن اي الحظ ايا كان ممكن يبقى معاك ممكن ما يبقاش معاك، ركله تضيع ركله تضيع، في النهايه لم يوفق الاهلي وخد الزمالك البطوله والف مبروك وانتهت القصه والبتاع. لكن ما حدث بقى بعد اخر ركله جزاء طبعا يعني الفتره اللي نزل فيها كهربا يعني تشعر ان هناك كان في نوع من التربص بيه من ده بكهربا بكهربا كانت واضحه كانت واضحه قوي، خصوصا من حازم امام. يعني من اول ما نزل كهربا هو واضح ومبات ان هي تدخل بعنف وتدخل قوي، حتى اللقطه المعروفه اللي هو بيرمي الاوت زقه ما فيهاش حاجه خالص، واحد بيرمي الاوت انت رايح له ليه؟ مالك عليه يعني. باتنين المفروض فيها كارت احمر على طول يعني. بعد كده شتايم والفاظ خارجه وحاجات من هذا القبيل من بعض اللاعبين، كل ده تم غض الطرف عنه، وصل الامر استفزازات كتيره، هو اعتدى بالضرب على لاعب الزمالك، خد كارت احمر وخد عقوبته وخلصت القصه يعني. وبعد كده ازمه شيكابالا مع الجمهور وعبد الله جمعه نفسها، كان عبد الله جمعه مكرره لان من الماتش اللي فات من بعد ماتش الترجي هو بيستفز الجماهير، دي جزئيه لازم يا جماعه برضو نفكر الناس بيها يعني. اللي ابتدى استفزاز واللي ابتدى المشاكل دي كلها هو لاعب نادي الزمالك باستفزازه جمهور الاهلي بعد بطوله هو حققها على حساب الترجي في بطوله يعني. بالعكس على فكره الواحد يعني كان يعني كان بيتمنى ان الزمالك يكسب البطوله، لان كل انك انت تكسر شوكه فرقه زي الترجي او الفرقه التونسيه ما تخليهاش تعلى عليك وعلى الكره المصريه بشكل عام يعني. يعني الاهلي والزمالك في ضد بعض وانت تمنى ده يكسب او ده يكسب طبعًا. لكن لما يلعبوا مع فريق من خارج مصر اكيد كلنا بنبقى سبورت ليهم وداعمين ليهم ونتمنى لهم الفوز يعني. فانت كسبت بطوله وبشكل هايل وعامل ماتش كبير، ما تركز في احتفالك في فرحك في نتيجتك في ادائك، ليه تدخل النادي الاهلي طرف في الموضوع؟ بالظبط. وتم استكمال هذا المسلسل في المباراه الثانيه يعني، وكان الاهلي البطوله دي السوبر الافريقي الاهلي واخده 6 مرات نفس الحال بالنسبه للسوبر المصري، السوبر المصري الاهلي واخده 11 مره مقابل 4 مرات للزمالك بالمره الاخيره صح، يعني كانت 11-3 بقت 11-4 يعني. من تقريبا من 16 او 17 سوبر كله على مدار التاريخ المصري. فلما تحصل عمليه استفزازات وتلاحم مع الجماهير المفروض يبقى اللاعب جوه الملعب
يعني مختلف تماما عن الجماهير. معروف ان الجماهير بتخرج عن النص احيانا، لكن اللاعب المفروض يكون عنده التزام، عنده في قيم وفي تقاليد بتحكمه، في مبادئ، وخصوصا لما نكون خارج ارض مصر. طبعا المفروض بنقدم صوره مختلفه، صوره بالزبط. نموذجيه، صوره فيها ادبيات واخلاقيات. في دوله زي الامارات عندهم الالتزامات السلوكيه دي مهمه جدا يعني، واعتقد ان احنا برضو المفروض تبقى عندنا الحاجات دي وتبقى موجوده عندنا يعني. حصل خروج عن النص ووصل الامر واشتباكات وبتاع، مشهد لا يليق، ولم نكن على الاطلاق نتمنى ان نصل لهذا المشهد على الاطلاق. سؤالي يا استاذ اوسي، ايه الدافع اللي يخلي لعيب او اثنين من الزمالك يخرجوا عن النص بعد فوزهم بلقب واحتفالهم بفوز ببطوله؟ ليه مثلا انت بدل ما تحتفل مع جمهورك رايح للجمهور الفريق المنافس؟ ايه السبب، ايه الدافع اللي يخليهم يعملوا كده؟ ما دي حاجه غريبه بالنسبه. انا بص شايفها دي يعني حركات صبيانيه. غياب روح رياضيه. غياب ثقافه الفوز والمكتب والهزيمه وكده يعني. طبعًا. اصل انت لما تكسب العمليه مش مكايده للطرف الاخر، ولما تخسر مش مطلوب ان الطرف الاخر يعني يجي يعني يضايقك انا خطران لخطران حاجه خلاص خليه فيها، وانت احتفل بنفسك وافرح واعمل، والتاني بيقف على جنبه والامور تهدى. وعمان يعني حتى بعد ركله الجزاء جمهور الاهلي خلاص طلع من الملعب، خلاص القصه انتهت بالنسبه له وانتهت القصه، فما كانش المفروض يبقى في داعي لمضايقات او محاوله اظهار انك انت كسبت او ما كسبتش. ما انت طول الماتش في الملعب مفروم يعني. يعني الماتش كان يعني وانس تجيب انت تقريبا محمد الشناوي ما فيش فرصه عليه طول الماتش يعني. هل هو ما كانوش مستوعبين امكانيه الفوز والتغلب على الاهلي مثلا؟ حقيقة. ده حقيقة. يعني كانت الفرحه طاغيه، فرحه كبيره، لان هما لم يكونوا يتوقعوا ان هما ياخدوا الكاس دي من النادي الاهلي. كانت كل الاتجاهات والاحتمالات حتى بعد فوزهم على الترجي وهو فريق كبير ومن الفرق العريقه طبعا وحامل البطوله الافريقيه الاخيره واللي قبلها، فوز بنتيجه ثقيله وعمل الحقيقه زيك ماتش كبير جدا قدام الترجي يعني، وكسبان 3 كان ممكن يبقى فيه مزيد يعني. لكن قدام الاهلي كانوا يعني كان واضح ان في يعني خوف كتير جدا من النادي الاهلي، وده كان واضح حتى اثناء الماتش يعني. فلما فاز بالكاس كان في فرحه هستيريه جدا في المدرجات عند الجماهير عند المسؤولين. اللعيبه يعني المفروض يكون عندهم انضباط او اتزان انفعالي في الموضوعات دي او انضباط سلوكي. طيب يعني انا هسالك، لكن حصلت تجاوزات حقيقة. هسالك سؤال صريح شويه يا استاذ اوسي، يعني مثلا دلوقتي عبد الله جمعه جاب الركله الاخيره وراح لجمهور الاهلي، لو حضرتك مكان لعيبه النادي الاهلي في المشهد ده في الوقت ده هتعمل ايه؟ هو الحقيقه المفروض انا اجيب الركله دي واروح لجمهور الزمالك. ده المفروض ما حصلش بقى. المفروض ما حصلش. المفروض ما حصلش. حصل عكس. يعني انا كلاعب في النادي الاهلي وبغير على جمهوري وعلى حاجه تانية استفزازات، ما بقولش ان انا اروح اضرب على فكره يعني، مش هقول لك انا هروح اضربه، لا طبعا روح ابعده بعد اذنك، روح احتفل مع جمهورك انت، او هتخلي الجمهور يتطاول عليك. بالظبط، تجيب مثلا نفسك الشتائم والكلام من لا يعني طبعا المفروض ده ما يحصلش. ده ما بيحصلش حاجه في الدنيا ان انا بكسب واروح للجمهور الفريق المنافس باللي انا بكسبانه، طب انا رايح له ليه؟ بالظبط يعني اروح اخد الكاس واروح احتفل مع جمهوري وافتكر بتاعه ده. بالعكس الجمهور التاني لما يلاقيك عامل كده ممكن يحييك ويسقف طبعا، ودي الثقافه اللي احنا نفسنا فيها بصراحه، وهو يحييك ويسقف لك وتبقى الامور عاديه جدا يعني. لكن هذه الخروقات وهذه الخروجات عن النص وهذه التجاوزات هي اللي عملت الدوشه اللي حصلت في الملعب دي. طبعا كان في فعل وفي رد فعل أكيد. وفي تجاوزات من هنا وفي تجاوزات من هنا وحصلت صدمات بتاعت، لكن كانت الصدمه الاكبر بالنسبه لي انا شخصيا في العقوبات اللي العقوبات حصلت. بقى وده اللي حصل بعد المباراه، عقوبات لجنه الانضباط، رايك فيها ايه؟ عقوبات لجنه الانضباط والاخلاق، واخد بالك؟ انا متوقع ان الامور يعني كان يتم الضرب بيد من حديد على التجاوزات اللي حصلت، وكل طالب بص يا سيدي اي حد اتجوز من الاهلي يتعاقب، اي حد اتجوز من الزمالك يتعاقب، من اخطا فلا بد ان يعاقب ويعاقب عقوبه قاسيه وعقوبه رادعه تمنع ان حد يعمل نفس الفعل ده تاني، خصوصا لما تكون بره بلدك يعني. بالظبط. كهربا عمل دخل في صدمات مع اللعيبه وطرد من المباراه، نال عقوبة مباشرة في الملعب بعد المباراة ماشي تحت. وكان من المحتمل انك ممكن تدود له العقابة تانية وتوقفه مرتين او ثلاثة ايا كان او اربعة زي ما تشوف. حلو حلو ماشي، ده اللي كان متوقع يعني. تمام. لكن اللاعب الذي ارتكب سلوك مشين وسلوك خارج عن الاخلاقيات، يعني كل دولة الامارات كانت تتحدث عن هذه اللقطة تحديدا، العالم كله مش امارات بس. ما بقول لك يعني يعني انا بقول لك انا كنت في المشهد هناك، كان المشهد وحش الحقيقة جدا، وحش قوي يعني، ان هو ما اعتادوش ان حد ممكن يعمل تصرف زي كده. فمن ادى بهذا السلوك المشين تفاجئ بيه ان بيعاقب عقوبه متواضعه جدا، تمام ماتشات، حاجه غريبه يعني. انا مش من انت وقفت كهربا لنهايه الموسم وهو خد كارت احمر وكتير كنت ممكن توقفه ماتشين او ثلاثه، واللي ارتكب سلوك مشين ومهين في نفس الوقت ومسيء
ياخد 8 مباريات كان مفترض مش النهائي تمسك، كان مفترض سنه. وانا لو لاعب من الاهلي عمل ده يقف سنه، اي حد يعمل الحركه دي يتوقف سنه على الاقل، او حتى هيبطل كوره، او لو حتى هيتشتم، لان ما ينفعش السلوكيات دي. على فكره السلوكيات دي عدم العقوبه ليها هو هيرجع يعملها تاني، هيخليها تبعد، وهتتزرع هتتزرع في نفوس اجيال وعيال صغيره تاني، قال شافوها تاني، اولاد صغيرين طالعين، شباب ناشئين شايفين عادي ممكن يعمل السوق ده وما فيش مشكله. تمام. والمؤكد ان شيكابالا وصل الى هذه المرحله نتيجه عدم وجود عقوبات رادعه ليه من ساعه ما كان لاعب، من ساعه ما كان ناشئ، لان ما فيش عقوبات رادعه. اتحداك ان اي لاعب في اوروبا يقدر يعمل حركه مثلا زي كده، لان عارف نهايته فين. ممكن البعض يقول لك رونالدو عملها وسيميوني عملها قبل كده في ماتش اتلتيكو، لكن دايما الثقافات بتبقى مختلفه، العقوبات واللوائح ثقافتنا مختلفه تماما. يعني لكن في هناك سلوكيات ما حدش يجرؤ ان هو يعمل، ولو عملها تتقطع رقبته فيه، واخد بالك؟ فطبعا يعني كان اتفاجئت بالعقوبات يا استاذ. اتفاجئت طبعا بالعقوبات، يعني مش شايف ان العقوبات رادعة على الاطلاق. طب هل اللي عاقب ده، هل اللي عاقب ده كان تفكيره ايه يا استاذ اوس؟ يعني خلينا نفكر مع بعض كده بصوت عالي. انا دلوقتي جاي اعاقب لعيبه، شفت المشهد في الملعب عامل ازاي، شفت مين اتصرف تصرف كذا ومين اتصرف تصرف كذا. اللي يخليني ادي شيكابالا عقوبه 8 مباريات بس ايه؟ هل هو موضوع انتماء يا استاذ اوسي، ولا ما حدش فكر في صوره مصر قدام العالم كله بعد اللي عمله لاعب نادي الزمالك؟ هو ده اللي انت بتقول، ما حدش فكر في صوره مصر. اه. وما حدش عايز يحمي الصوره دي، وما حدش عايز يرجع الصوره دي. انا لو عايز اعمل ده ادي عقوبات قاسيه وادي عقوبات مشدده، حتى لو يعني امتحان اللائحه بتقول وللجنه حق توقيع عقوبات اضافيه لو عايز. انت ما استغلتش ده، انت اديته الحد الادنى بمنتهى البراءه والمجامله والطبطبه. بتطبطب على سلوك سيء ليه يعني؟ يعني بجد يعني الحقيقه انا حزين جدا ومحبط جدا من هذا التصرف، وما كنتش اتمنى ان الامور تبقى كده، لان كان واضح فيها ان فيها يعني هقول لك نوع من المجامله الصريحه. يعني انا مش عايز اواجه اي اتهامات اللي موجودين في اللجنه، بس هي واضحه يا استاذ اوسي بصراحه. لكن الطبطبه يعني، ما هو رئيس الاتحاد كان بياخده في حضنه بعد الماتش. ما دي برضه جزئيه يعني، اللقطه موجوده دي، دي موجوده يعني. رئيس الاتحاد بعد هو اللي عمل، رئيس الاتحاد كان بيحتفل بيه بعد الماتش يعني. مش عايزين نخش في الموضوع ده عشان احنا في قناه الاهلي، مش عايزين ده، كان دي وقائع حصلت واحنا بنتكلم فيها. الامور دي مش وقائع حصلت وهي حقوق النادي الاهلي. وبص بص بص نتيجه عدم توقيع عقوبات رادعه بعد اللي حصل ده، شفنا اللي حصل في ماتش الزمالك، ماتش الاهلي والزمالك. ما احنا جايين له، احنا جايين يعني ده طبيعي، ده الطبيعي اللي احنا وصلنا له في ماتش الاهلي والزمالك اللي كان يوم الاثنين. والمشهد الهذا اللي امتداد طبيعي للي ده، امتداد طبيعي للي حصل. لان لو كان في عقوبات مشدده وفي ناس بتحكم بيد من حديد موجوده، ما كانش هيوصلوا لده. وبرده استمرت سلسله العقوبات برده. بس انا عايز اسالك سؤال يا استاذ اوسي، هل العقوبات الضعيفه دي بالتحديد على اللي ارتكب السلوك المشين، مش خلت فيه كلام اكتر في كل الصحف العالميه بخصوص ان اللاعب اللي ارتكب سلوك مشين بعاقبته 8 مباريات بس؟ فانت بدل ما انت تحاول تجمل الصوره وتقول ان احنا يا جماعه بنعاقب جامد جدا، لا، ده انت خليت الحديث اكبر عن المنظر والمشهد اللي احنا طبعًا شفناه. طبعا 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 صوره مسيئه جدا لمصر. صوره مسيئه جدا في الوطن العربي، وفي الصحف الاجنبيه اتكلمت عليها بشكل قبل اهلي وزمالك، احنا غيرانين على اسم مصر. طبعًا. طبعا مصر قبل الاهلي والزمالك، اكيد ده مؤكد، ده مؤكد. ولما نكون بنلعب احنا بنعبر عن مصر، يعني فاتنين انا راكب العامه مش اهلي وزمالك، هناك بيلعبوا مصر، احنا بالنسبه لنا كمصريين اهلي وزمالك. لكن بالنسبه للدنيا كلها ماتش مصر، زي ما تلعب السوبر الاسباني بيتلعب هناك، برشلونه وريال مدريد بيلعبوا وفي الاخر ضربوا بعض وكسروا الدنيا وبهدلوا الدنيا والدنيا خلصت وروحوا والامور عاديه جدا، وتم مجامله دفع عقوبات وتم تخفيف عقوبات على ده وتم تخفيف. والاذى ان العقوبات دي هتخفف ثاني مستقبلا، هتخفف يعني، لان انا لم نعتد من لجنه الانضباط ان هي تاخد عقوبه وتلتزم بيها، والعقوبه تستمر اسبوع بعدها ب 48 ساعه تقول نظرا للطلب اللي قدمه مش عارف مين تم الاكتفاء بما سبق من عقوبه وتم تخفيف الثلاث مباريات الى مباراه. طب احنا عندنا كمان وقائع مماثله يا استاذ اوسي، يعني مثلا كابتن سمير كمونة قبل كده توقف سنه من 2000 في 2001 ماتش الاهلي والمحله في نهائي كاس مصر. كابتن ابراهيم حسن في سنه من السنين مش عارف فاكر 97 تقريبا على ما اتذكر، فالعقوبات يعني كان 6 شهور كابتن ابراهيم حسن. ايه الفرق الكبير ده رغم ان السلوك ده اشد بكتير من اللي حصل من يعني سمير يعني اللي كان بيعمل اشاره باليد كان بياخد فيها سنه. يعني واحد عامل هذه الاشاره اللي فيها يعني هي بطلت كابتن سمير كمان، الواحد عايز مش عارف، الواحد مش عارف يقول فيها لفظ معين. ما اقدرش اقول لفظ كده، لكن كان لفظ يعني كان مشهد مشين الحقيقه. ومشهد ما ينفعش يعني يطبق، ولا هو مشهد غير مقبول من اي لاعب ايا كان. اكيد. واي لاعب يعمل كده يبقى خارج عن النص. فده كان لازم يكون ليه موقف رادع، ما اتعملش موقف رادع، عادي جدا هتشوف مواقف ثانيه مشابهه قريبا يعني. تعليقك على
رئيس الاتحاد المصري لكره القدم اثناء توزيع الجوائز يا استاذ يوسف بعد السوبر؟ بص خلينا نتكلم بصراحه، يعني نتكلم بصراحه لان الجزئيه دي مهمه جدا والناس كلها بتتكلم فيها وحاجه واضحه وضوح الشمس، رايك ايه؟ لا لا الطبيعي طبعا ان انا لما البس عباءه اتحاد الكره المصري فبخلع كل العباءات اللي موجوده. كويس. انا مش بقول له انزع قلبك من داخلك، لا من حقك انك انت منتمي للنادي الزمالك عادي جدا، مفيش مشكله، وكثير من الاهلاويه مسكوا اتحاد الكوره، وزير الرياضه راجل معروف بانتمائه للنادي الزمالك، لكن راجل معروف باحترامه وتقديره ولتقدير كل الاطراف يعني ودايما بيبقى في منتصف يعني. فانت رئيس اتحاد الكوره مش معقوله وانت معروف بانتمائك الزملكاوي انك انت بتروح داخل وتحتفل مع اللعيبه وتاخد بالاحضان، الكلام ده ما ينفعش، ده كان ينتقد عليه حضرتك مش مشجع دلوقتي ولا خارج مقعد، حضرتك بتدير الكره المصريه. فلما تعمل ده سواء مع الاهلي ومع الزمالك، وبقول لك حتى لو كان نجم اهلاوي بيدير اتحاد الكره لا اقبل منه ان بعد ما الاهلي والزمالك يخش يحتفل مع لعيبه الاهلي بالفوز ايا كان، يعني الكلام ده مرفوض تماما ما ينفعش، فده تصرف غير الانتماء مش عيب، كلنا بننتمي، كل واحد بينتمي للنادي اللي هو عايزه، لكن لما تبقى في موقع مسؤوليه يا استاذ خلاص لازم ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش. فهذا طبعا تصرف يعني يدين رئيس اتحاد الكوره، المفروض كان يقدر يتحكم في انفعالاته قبل كده. فانت يعني الرجل ما بيتحكمش في انفعالاته بالشكل ده، طب ما احنا ده شككنا في حاجات كتيره جدا حقيقه، يعني شككنا في حاجات، في قرارات، في طبطبه، في انفعالات، في هدوم، حاجات كتيره جدا. فطبعا المشهد الواحد ما كانش يتمنى يشوفه رئيس اتحاد الكوره في مصر. نروح للمشهد اللي بعده، المشاهد كانت كتير الاسبوع ده في الحقيقه. لا ما عندك من الخميس لخميس ده يعني تقدر تقول ايه بقى قمه المهزله، للاسف للاسف الشديد، من القمه التي كانت في ابو ظبي الى القمه التي كان من المفترض ان تكون في استاد القاهره ولم تلعب. رايك ايه بقى فيما حدث في يوم الاثنين؟ طبعا رايي ان دي يعني هقول لك قمه المهزله وقمه الهروب وقمه العار وقمه الالم ولكل واحده من دول ليها تصنيف. قمه المهزله ان المشهد الذي حصل لم يكن يليق ابدا بالكره المصريه ولم يكن يليق ابدا بمصر، يعني الفريق الذي كان اكثر اعتراضا بعد نهايه ماتش السوبر اللي كان في الامارات كان النادي الاهلي. الفريق اللي قدم مذكره احتجاج على العقوبات اللي جت من هناك وغير قابل بيها واللي تضرر منها بشكل واضح النادي الاهلي، النادي الاهلي ايقاف كهرباء بلا مبرر لمده نهايه الموسم، وايقاف جونيور اجايي، وايقاف ياسر ابراهيم لماتشين بعد المباراه بعيد عن الغرامات الثانيه يعني، والفريق اللي كان اقل معنويا قبل المباراه هو النادي الاهلي، الخاسر والفريق الاقل معنويا يعني. فالطبيعي جدا ان اللي يهرب من مواجهه النادي الاهلي، اللي يقول انا مش هلعب للنادي الاهلي، والنادي الاهلي زي ما الزمالك عنده ماتش الترجي الاهلي عنده ماتش سان داونز، زي ما الزمالك كان بيلعب في الامارات الاهلي كان بيلعب في الامارات، الظروف متساويه ومتماثله تماما. الزمالك لم يكن له اي مبرر على الاطلاق ان يترك المشهد الهزل اللي يقدم المشهد الهزل اللي احنا شفناه. الزمالك لم يكن عنده اي مبرر ان ينسحب، ان يهرب، ان يعمل التمثيليه دي اللي حصلت بشكل غريب جدا. وبعد كده يقول لك هيقدموا محضر في الشرطه وهيقدموا للفيفا، المشهد مصر كلها شايفاه ومصر كلها عارفاه، والحمد لله يعني التسريبات اللي طلعت من رجال المرور اللي كانت موجوده بتؤكد ان كان هناك تعمد بشكل واضح لعدم الذهاب الى ارض الملعب. بدليل طب ما هو يعني رئيس نادي الزمالك قبل المباراه مرارا وتكرارا ان هو مش هيلعب الماتش، بس خلاص واضحه ماشي واضحه جدا، وده مسجل وموجود ومحفوظ، يعني هو عنده يعني لو هو ما قالش الكلام ده اصلا كان يبقى ظرف قهري، لكن ده انا بقول ان انا مش هلعب الماتش لو السماء انطبت على الارض. قمه التحدي وبينفذ التحدي بتاعه. اللي عندك الاتوبيس وهو رايح بدل ما يمشي على كوبري اكتوبر بينزل في رمسيس وشارع رمسيس ده بيقف في البنزينه يحط بنزين، اتوبيس 2019 بيتم فتح الكبود ويقول لك اصلاحه، اللعيبه المفروض كانوا عايزين يخشوا الحمامات فسواء الاتوبيس وطلع امبارح وكشف حقائق مهمه جدا، قال لك فتح لهم الحمام اللي في الاتوبيس، اضطروا ان ينزلوا الحمام اللي في البنزينه، وبينزلوا يشتروا ميه، وبينزلوا يشتروا شيبسي، فطبعا كلها حاجات كان هدفها التعطيل، وكان ماشيين على سرعه 40 كيلو والدنيا هاديه وفاضيه ما فيش مشكله. كل عناصر اللعبه وصلت الى الملعب بشكل القاهره الا اتوبيس نادي الزمالك، النادي الاهلي وصل قبلها بوقت كافي، الحكام وصلوا، اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وصلوا، الصحفيين، الاعلاميين، التلفزيون، الاعلانات، بتوع البث، بتوع الاستاد، كل حاجه، كل الاطراف المعنيه بالمباراه اللي دول وصلت الى الملعب الا اتوبيس نادي الزمالك. اذا كان هناك تعمد واضح وبشكل مخطط له، مخطط ليه؟ مخطط ليه طبعا، لانه كان في اكتر من مخطط، فطبعا لما لقوا الاجواء والبتاع قال لك نعمل الفيلم ده ونعمل التمثيليه دي عشان نقدر نمثل، فطبعا لكن في النهايه هم طبعا عارفين قوه النادي الاهلي، خايفين من مواجهه النادي الاهلي، وده شيء عار
انك انت تخاف من مواجهه، يعني خصوصا من مواجهه اسم كبير يعني زي اسم الزمالك. اسم الزمالك كبير جدا يعني، نادي الزمالك له احترام وتقديرنا فوق راسنا يا جماعه، ما اتكلمش على اسم الزمالك ولا نمس الزمالك بشيء. نادي الزمالك جمهوره مسؤوليه كلهم لهم منا كل الاحترام والتقدير. لكن ما حدث لا يمس الزمالك فقط، ده بيمس مصر كلها. صح، ده شيء مهم، لان الاهلي والزمالك ماتش الاهلي والزمالك ده يعني موروث ثقافي مصري. يعني احنا بنقعد ننتظر ماتش الاهلي والزمالك ده مرتين في السنه، كلنا بننتظر فعلا فعلا. لما بتجرى القرعه يا استاذ امير، القرعه بتاعت الدوري، اول حاجه حتى تلاقي الجرايد كلها تكتب ماتش الاهلي والزمالك يوم كذا، ماتش الاهلي والزمالك الثاني يوم كذا. صح، كله بيتكلم عن الزمالك. اشقاء في الدول العربيه كلهم كانوا منتظرين، اقسم لك بالله جات لي تليفونات واتصالات من ناس من توانسة ومن مغاربه وناس في الامارات، لدرجه ان صاحب كبير في جريده الاتحاد كتب مقال عن هذا. عرضتها امبارح، ممتاز وشفتها يعني، ان انا كنت قاعد ومنتظر الماتش وجاي اتفرج عليه واشوفه، لكن اللي حصل ده لا يناسب مصر ولا يناسب صوره مصر. ان اولاد مصر بيهينوا الشكل المصري. طب مين اللي بيهينه؟ هو النادي الاهلي اللي راح الملعب، ولا الفريق اللي هرب من مواجهه، ولا اللي ما راح، ولا الفريق اللي انسحب بلا مبرر؟ ما هو المبرر اللي خلى النادي الزمالك ما يروحش المباراه؟ اتحدى حتى مسؤول النادي الزمالك نفسه مش هيلاقوا اي مبرر يعني. عشان يقول لك انا عندي ماتش، انت كل الموضوع انك مش عايز تخسر من النادي الاهلي، عايز تعمل هذا المنظر السيء اللي مصر بتعمله، عايز تصدر هذا المشهد، عايز تحتفظ بنشوه الانتصار. نشوه الانتصار ايه ده؟ كده انت مسحت نشوه الانتصار. طبعا. ده انت لو لعبت قدام الاهلي وخسرت كان أحسن. ارحم بالعكس، الناس كلها كان بيقول لك ايه، عادي جدا احنا ممكن نخسر الماتش الجاي لانك خدت من الاهلي بطوله واخد من الترجي بطوله، وارد جدا انك تخسر قدام الاهلي ماتش في الدوري. لكن ان يخرج المشهد الهزلي بهذه الصوره وبهذا الشكل، فهذا امر طبعا غير مقبول، امر مرفوض، امر سيء جدا. انا قلت لك قمه المهزله، قمه العار، قمه الهروب، قمه الالم، لان هذا المشهد سبب لنا كلنا كمصريين الام. طبعا الاهلاويه على فكره والزملكاويه معهم وقبلهم كانوا بيتألموا من المشهد. أكيد ده أكيد. كتير جدا من الزملكاويه كانوا بيصرخوا وعيطوا، ليه نهرب من المواجهه؟ ليه ننسحب؟ يعني انت حتى ما رحتش الملعب وحصلت مشكله وفي مبرر وانسحبت، ما فيش سبب قهري منعك من انك تذهب، لا ده انت خططت ودبرت وقدرت ونفذت. بدليل ان الاتوبيس وصل رمسيس رجع بسرعه البرق لنادي الزمالك. الله، طب ما هو اللي حصل يعني، واخد بالك؟ فطبعا كلنا تألمنا من هذا المشهد، كلنا حزنا على هذه الصوره. لو ممكن حد يقول لك ايه، يقول لك اصل الاهلي مشي عكس اتجاهه، هو الاهلي بيمشي عكس اتجاهه، هو معاه الامن ماشي معاه، الاهلي كل اتوبيس معاه يا جدعان، لذلك ما هو اتوبيس الزمالك كان معاه حاجات طبيعيه جدا في العالم كله بتحصل يعني، ده طبيعي. لا يعني هو بيقول له امشي كده بيمشي كده، زي ما يمشي وعايز يفضله طريق معين ويقفله علشان يعديه عشان يوصله الملعب، اجراءات امنيه طبيعيه يعني، ما فيش مشكله يعني في الموضوع. فطبعا يعني مشهد يعني مسيء جدا للكره المصريه يعني، بحق حتى يعني الصحافه الانجليزيه اتكلمت عن هذا المشهد بالظبط، عن هذا المشهد السيء، ان فرقه ما تذهبش الى ارض الملعب بلا اي مبرر وبلا اي داعي. فطبعا يعني مشهد، وكنت انتظر عقوبات وما زلت بنتظر عقوبات تانية اشد، لان القانون او اللائحه بتقول ان من تسبب في هذا يعاقب، لكن هل عوقب من تسبب في هذا؟ لم تحصل. احنا شفنا العقوبه ثلاث نقاط وثلاث نقاط، هل ده كافي؟ لا انا ممكن نظري مش كافي طبعا. مش كافي على الاطلاق، ده بقت سهله جدا ان اي حد ممكن ما يروحش ماتش ويبوظ الدنيا. هل ده تعويض عن صوره مصر او صوره الرياضه المصريه تحديدا؟ ده ليس كافي، ده المفروض يبقى فيها مذبحه عقوبات. لكن اللي حصل ده طبعا لا هي عقوبه برضه محبطه زي العقوبات اللي كانت قبل كده يعني. وطول بص يعني ما دامت العقوبات ضعيفه وليست رادعه، يبقى اي حد يقدر يعمل اللي هو عايزه يعني. ودايما هو الشعار اللي موجود، من امن العقوبه اساء الادب. للاسف بس ده المشهد نفسه بتاع يوم الاثنين ده يا استاذ اوسي، لو احنا ما كناش عشناه وحد جه حكى لنا عنه مش هنصدقه، مش هنصدق اللي حصل ده. مشهد اتوبيس ومش اتوبيس وكلام من ده يعني. مشهد في كل الاحوال نتمنى ان المشاهد دي ما تتكررش تاني في الكره المصريه، لان احنا بيهمنا في الاول وفي الاخر صوره الرياضه المصريه بشكل عام وصوره الكره المصريه بشكل خاص، لان ده يعني اللعبه الشعبيه الاولى في مصر والعالم كله، كله بيتابع اللي بيحصل في دوله كبيره زي مصر تحديدا من الجانب الرياضي يعني. لكن كل دي كانت احداث حصلت على مدار الاسبوع الماضي، لكن الاهم اللي جاي بالنسبه للنادي الاهلي يا استاذ اوسي، ومباراه يوم السبت امام صن داونز، كيف ترى هذه المباراه؟ يعني عايز اوصل المشهد ده بالمشهد ده استكمالا للمشهد بعد اللي حصل، ان الاهلي خرج من هذه المهزله بالمكاسب. طبعا يعني الاهلي خرج بمكاسب عظيمه من هذه المهزله. صح بس مكاسب هو ما كانش، هو كان يتمنى ان يكسب الماتش يعني. لكن انا انت حطيتني في الماتش ده، انت اديتني انتصار بهدفين من غير ملعب، ده مكسب كبير للنادي الاهلي، خدت 3 نقط. ريحتني قبل مباراه صن داونز، ريحت لعيبتي بتاعتي قبل صن داونز، اديت تدريب على استاد القاهره جميل جدا في اجواء يعني كانت ممتازه، لكن اتدربت هناك وبقى دي ميزه بالنسبه لي. وصلت الانتصار رقم 16، وصلت الانتصار 16، عندي 48 نقطه تقترب من بطوله الدوري،
طبعا يعني فالاهلي حقق مكاسب كبيره جدا. الاهلي معنويا دلوقتي بقى الفريق اللي بيحترم اللوائح، بيحترم النظم، بيحترم الدوله، بيحترم الكيان، بيحترم جدول الدوري، ما عندوش اي مشكله خالص حتى لو كان مضغوط، لان الاهلي عنده نفس الظروف اللي هي عند نادي الزمالك. الاهلي بيؤكد ان هو منظومه، بيؤكد طبعاً ان عنده قيمه وعنده مبادئ وعنده التزاماته بالرغم من اعتراضه واحتجاجه على العقوبات اللي وقعها اتحاد الكوره. لكن الاهلي ما قالش ان انا هنسحب، وقالش ان انا مش هلعب يعني. فدي مكاسب كبيره خد داخل بيها النادي الاهلي على مباراه سان داونز ان شاء الله اللي هتتلعب في السادسه مساء من يوم السبت المقبل. ان شاء الله تكون مباراه يعني مسهله المباراه اللي بعدها باذن الله. انا شايف ان المباراه ليست سهله طبعا، مؤكد المباراه صعبه. انك بتتكلم مع فريق كبير، فريق مهم، فريق يعني تقدر تقول ان هو يعني قدر يكسب جوله معنويه عليك في البطوله السابقه، كانت في نفس الدور تقريبا في الدور ده بالماتش اللي حصل طبعا في جنوب افريقيا. كان ماتش خيالي، ماتش ما يحصلش، ما اعتقدش الماتش لو اتعاد مليون مره ممكن يتكرر او النادي الاهلي يتعرض لهذا المشهد. اعتقد ان النادي الاهلي بيستعد بقوه لهذه المباراه، بيحترم المنافس بقوه، المنافس قوي، المنافس عنده اصرار، المنافس عنده عزيمه، بيلقى دعم كبير جدا. يعني شوف حتى رئيس اتحاد الكره النهارده الجنوب افريقي مطلع تصريح يعني بيدي ثقه للاعيبه سان داونز، وبيتكلم عنهم ان هم يعني لعيبه مميزين، عندهم مواهب، عندهم مهارات، وان هم قادرين يعني يخرجوا من جوله الاهلي في القاهره بمكاسب كبيره جدا يعني. فده المفروض اللي يلقاه الاهلي ويلقاه الزمالك في الدعم، يبقى في دعم كبير جدا ليهم يعني. تمام. فاتمنى ان النادي الاهلي ان شاء الله يحقق نتيجه كبيره جدا تسهل مهمته في العوده في جنوب افريقيا، لان هناك الاجواء بتبقى صعبه. وانا الملعب ده قعدت فيه وشفته، ملعب الجمهور حتى قريب من ارضيه الملعب، وبيبقى اجواء الملعب نفسه، الاجواء عامه في جنوب افريقيا رائعه في الحقيقه يعني. يعني البلد جميله، لكن اجواء البلد جميله، البلد جميله جدا يعني. لكن بقول لك اجواء الملعب واجواء الجماهير يعني، هم حتى هم جايين بيعلقوا على ان استاد القاهره مش هيواجهوا كل الحشود الجباره بالزبط اللي كانوا المفروض يواجهوها، اللي هي قد تصل الى 70 و80 الف يعني. لانهم عرفوا ان في 30 الف بس موجودين في الاستاد، فال 2 الف هيبقوا اقل يعني. أكيد. يعني مش باينين قوي في الاستاد يعني. كنا نتمنى ان يتم السماح بعدد اكبر من كده، حتى لو 50 الف، بحيث تبان الصوره اكبر. بالزبط. لان الاهلي محتاج دعم كبير جدا، محتاج جمهوره اكتر في هذه المباراه. أكيد. أكيد. لكن طبعا كنا وصلنا ل 30 الف شيء جيد يعني ان شاء الله، وال 30 الف دول يكون كل منهم واحد ب10 يبقوا ما يقرب من 300 الف في الملعب يعني. باذن الله بتأييدهم ومؤازرتهم للاهلي طول الوقت ان شاء الله يقدروا يعني يكونوا عامل دافع وحافز ويعني بيحفز اللاعبين وبيخرق طاقتهم عشان يقدروا يحققوا نتيجه طيبه ان شاء الله. وكلنا ثقه في لعيبه الاهلي في المباراه دي باذن الله ان يحققوا نتيجه طيبه باذن الله. اكيد كنت متابع لتدريبات النادي الاهلي على مدار الكام يوم اللي فاتوا تحديدا. عايز اخد تعليقك على مشهد الامس بالتحديد وحضور الكابتن محمود الخطيب ورسائله للاعبين، كانت واضحه جدا في استاد مختار التتش، رايك ايه؟ كالعاده كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي يعني بيكون دايما في ظهر الفريق، معاهم طبعا مؤيدا ومستندا، لان عارف ان دي مباراه مهمه جدا طبعا. فبيبقى يعني تبقى رساله واضحه للاعبين بانك انت مطلوب منك انك تبذل اقصى جهدك. تمام. انك تؤدي اللي عليك، انك انت يعني ما تستعجلش، انك طول الوقت يبقى عندك الحماس والاصرار والمثابره على تحقيق نتيجه طيبه واحراز اهداف. ده كان مهم جدا ان طبعا يعني راس النادي الاهلي يبقى موجود طبعا. أكيد. يعني ده دليل على المباراه دي مهمه للنادي الاهلي، مهمه لجمهور النادي الاهلي. جمهور الاهلي مهتم كتير جدا بمواجهه صن داونز. ان شاء الله تكون مباراه كبيره جدا، ومباراه الاهلي برضو رد اعتبار بشكل كبير ان شاء الله في هذه المباراه. رد الاعتبار يا استاذ اوسي بيتمثل في ايه؟ هل بيتمثل في مجرد الانتصار والتاهل في مجموع الماتشين، ولا لازم يتمثل في عدد الاهداف الوافر لتعويض هزيمه الموسم الماضي من وجهه نظرك؟ لا بص يعني بص كل مباراه له ظروفها كابتن امير. حلو. انا مش هقول للنادي الاهلي ان هم كسبونا مثلا 5 في ان المفروض تكسب 6 ولا 7، طبعا كده مش في كره القدم. حلو. وارد جدا انك تحقق النتيجه دي. كويس. على فكره النتيجه دي انت كنت ممكن تعمل نتيجه كبيره جدا في ماتش العوده اللي كان هنا في القاهره لولا الظروف السيئه اللي كانت في المباراه، والحكم اللي موجود اللي هو نفس الحكم اللي هيكون في مباراه العوده. للاسف يعني لا ادري لماذا يعني بكارة جسامة ان هو اللي عمل العوده بين الاهلي وسان داونز في السيزون اللي فات، هو نفسه اللي يعمل نفس المباراه للفريقين في العوده برضه اللي هي المباراه الحاسمه. كان في ركله جزاء للنادي الاهلي ما حسبتش، هدف صحيح للاهلي ما اتحسبش يعني، كل دي كانت فرقت كتير جدا مع النادي الاهلي. اديك بتتكلم في 3 اهداف على الاقل يعني في الشوط الاول غير الهدف اللي جابه النادي الاهلي يعني. فطبعا
حاجات غريبه كانت بتحصل. النتيجه وارد ان هي تحصل من الاهلي، لكن في نفس الوقت لو ما حصلتش انا اعتباري هرده بالتاهل. اعتباري هيرده، هو خرجني من دور الربع النهائي، انا اخرجه ان شاء الله من الدور ده. اما النتيجه الرقميه تحققت انا وسلام، ما تحققتش عادي. انا الهدف الاساسي ان انا اوصل لنصف النهائي، فده الهدف الاساسي ان شاء الله. يعني اجيب جونين هنا واروح اتعادل هناك مثلا، اتعادل هناك مثلا اصعد. المهم يعني المهم اصعد من تكتيك المباراتين يعني. ده الهدف الاساسي في كل الاحوال، وده المطلوب من لعيبه النادي. لا مش مطلوب اكتر من كده يعني بالزبط. ان انا اتاهل لنصف النهائي، والحاله دي يبقى انا اقصيت الفريق ده اللي هو اقصاني برضو السنه اللي عدت في نفس يعني. الدور. وده ان شاء الله هدف الاهلي، لان الهدف هدف الاهلي حتى يعني ان انا اصل للبطوله دي ان شاء الله، اللي غائب عن الاهلي من 2013 باذن الله. باذن الله تعالى. طيب خليني اقول لحضراتكم ان في هذه اللحظات المؤتمر الصحفي بتاع مستر ريني فايلر في استاد القاهره بيجرى الان. لسه التصريحات ما وصلتلناش، يعني هنعرف لو قبل الحلقه وصل لنا اي حاجه هنعلنه لحضراتكم مباشره. لكن في نفس الوقت يا استاذ اوسي، عايز اسالك فنيا شويه بخصوص هذه المباراه. هل تتوقع مفاجات من مستر ريني فايلر في المباراة دي؟ أكيد ليها تخطيط خاص، ليها ظروف خاصة، ليها هدف خاص. الـ طبعا الفرقة تقريبا كلها الحمد لله متواجدة باستثناء رمضان صبحي لغاية دلوقتي، يعني موقفه ما زال معلق بالنسبة كبيرة جدا، ممكن ما يلحقش بالمباراة الله أعلم. لكن عنده كل الأوراق اللي كانت متاحة ليه، إن شاء الله يقدر يقدم مباراة كويسة. دايما بيكون عنده مفاجآت، مؤكد ان تفكيره وتخطيطه لهذه المباراه هيكون مختلف عن كل المباريات السابقه. لان المباراه دي انت دخلت بقى كل مباراه من دول فاينل بالنسبه لك يعني، سواء دي اللي في ربع النهائي او اللي في نصف النهائي او في النهائي ان شاء الله. يعني ثلاث مواجهات في ذهاب وعوده ان شاء الله يكونوا حاسمين بالنسبه للنادي الاهلي، ويكونوا مختلفين، ويقدر النادي الاهلي يحسم البطوله باذن الله. التشكيل اللي يتمناه استاذ محمد الاوسي، احنا ما نعرفش نتوقع مستر فايلر، لكن انت تتمنى ايه؟ انا مش مدرب يا كابتن امير. لا بس راجل متابع وراجل يعني. لا يعني انت بص عندك التشكيل طبعا اصلي، يعني بنتكلم على تشكيل حاجات خلال. محمد الشناوي في حراسه المرمى. انا عارف انك ما بتحبش تتكلم في التشكيل، بس انا بحب اسالك في التشكيل. اتفضل. كابتن الشناوي في حراسه المرمى. تمام. واخد بالك؟ عندك طبعا ياسر ابراهيم متاح له انه يلعب الماتش ده بعد. بيتالق في الحقيقه في ماتش. ما بقول لك يعني عندك ياسر ابراهيم موجود، ورام ربيع ومحمود متولي ربيع. اي اثنين منهم يعني، لكن في الغالب ربيع وياسر ابراهيم اللي هيكونوا موجودين. عندك معلول في الطرف ده، وعندك احمد فتحي وهاني. اعتقد ان محمد هاني ممكن اللي يبدا المباراه لان الادوار الهجوميه تكون اكتر. تمام. عندك السوليه واليو ديانج، خلاص دول ما قاعدين بقوا مثبتين بشكل كبير جدا. عندك بقى الخط اللي مزدحم قدام. صح، خط مزدحم قدام. توقعاتك ليه؟ انا اتوقع ان اليو بادجي ممكن يكون ليه دور كبير كاساسي. واخد بالك؟ تمام. عندك اللي تتعب، عندك قفشه. قفشه تحتيه. وعندك حسين الشحات. وعندك اجي، يعني ممكن تبقى كده يعني. ده اتمنى ان الدنيا تبقى ممكن تمشي كده. ده الاقرب من وجهه نظرك يعني. طبعا. وعندك طبعا عندك كهربا موجود. طبعا. عندك جيرالدو موجود. موجود. يعني عندك مروان محسن موجود. اكيد. يعني كل في احمد الشيخ، في وليد سليمان موجود. وليد سليمان طبعا ده اساسي. انا ما بذكرش وليد سليمان لانه في النهايه بيعتمد على وليد سليمان كمخزون استراتيجي. مش هقول لك وليد سليمان قاعد على الدكه ولا بديل. وليد سليمان بيستخدم كمخزون استراتيجي، يقدر ينزل في اي وقت يصنع لك فرق كبير. صح جدا. صح جدا. صح يعني. وكهربا نفس الحكايه يعني. صح. واخد بالك؟ يعني ده 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 ايه ده, ده يعني تتمنى انه ممكن يلعب كده يعني. لكن هو اكيد هو الاضرب باللعيبه اللي عنده، واضرب بقدرات كل اللعيبه، واضرب بامكانيات اللعيبه. ممكن يلعب بقى جاي قدامه وينزل جيرالدو مثلا يعني. ويقعد بادجي، فوارد يعني. ففي يعني عنده خيارات كتيره جدا، وكل ما كانت عندك الخيارات كتيره اعتقد انك انت تقدر تختار الانسب. واعتقد ان التدريبات الاخيره اللي اداها الفريق، لانه دايما في الغالب بيختار بناء على التدريبات وعلى الاداء وعلى المستوى وعلى الاصرار وعلى اللياقه الفنيه والبدنيه والذهنيه والثبات اللي عند اللعيبه، ده هيكون ليه دور جدا كبير جدا. لكن طبعا معروف ان في عناصر اساسيه بتبقى موجوده. اخيرا وسريعا، رساله لجمهور الاهلي ورساله لاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه. لعيبه النادي الاهلي دي فرصه كبيره جدا، هذه البطوله ان شاء الله انكم تفرحوا جمهوركم وتسعدوه. مباراه مهمه جدا، مباراه بتحمل شقين، شق رد الاعتبار وشق انك هتوصلك لنصف النهائي. فدول اكيد قدامكم وشايفينهم. ما تتسرعش، ما تكونش متهور، كن مركز في مباراتكم، مركز في هدفك، يكون عندك الاصرار والحماس. ولا تسجل حتى اخر دقيقه، الاهلي لا يفقد الامل حتى بعد الدقيقه 90. بالظبط. فده ان شاء الله ننتظر منكم الكثير، وان شاء الله ننتظر منكم جهد كبير. اعملوا اللي عليكم وسيبوا النتيجه على ربنا سبحانه وتعالى. الجمهور. بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، ادعموا فريقكم بقوه. خليكم ورا الفريق على مدار المباراه.
يعني ما تستعجلوش الفوز، يعني ربنا كرم وجات اجوان مبكرا اهلا وسهلا اتاخرت بعض الشيء، ننتظر يعني تشجيع الفريق وتحميسه والدفع والوقوف وراه والهتافات اللي بتؤدي الى تحريك اللاعبين، ده مهم جدا طوال المباراه. ومؤكد ان وجودكم هيكون فرق كبير جدا مع النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي هو شريك دايما في الانتصارات. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. استاذ اوسي بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا امير، تحياتي ليك ولكل المشاهدين. نورتنا. شكرك. الاستاذ محمد الاوسي الناقد الرياضي الكبير كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا اخر حلقات هذا الاسبوع. ان شاء الله مش هنكون معاك يوم السبت لان المباراه الساعه 6، وبالتالي كلنا هنتابع هذه المباراه وكلنا باذن الله هنحاول نروح للماتش ده عشان نشجع. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي يوم السبت. يوم الاحد نبارك لبعض مبدئيا قبل مباراه الاياب يوم 7 مارس مع سان داونز في جنوب افريقيا. ان شاء الله الفريق يكون موفق، كل التوفيق ويفرح كل الاهلاويه باذن الله. دي كانت حلقتنا، الى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله من كلام في ميديا. سلام.